الزمالك بطلا لكأس مصر، فوز على الأهلي وثنائية موسم 2020-2021. الزمالك فاز اليوم بكأس مصر لأنه الفريق الذي دخل المباراة أفضل، لأنه الأكثر استقرارا على مستوى ثبات التشكيل. تفوق بيريرا بخبراته على سواريش اللي لسه مش عارف لعيبته ولا الطريقة الأمثل. خلص كأس مصر الموسم الماضي، فاز الزمالك ببطولة رغم كل الظروف. وبالنسبة للأهلي دي مش نهاية العالم، ما زال الفريق الذي نجح وتفوق في كثير من البطولات القريبة. مبروك، مليون مبروك لنادي الزمالك، لاعبين وجهاز فني، والأهم مليون مبروك لجماهيره العظيم. اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. نادي الزمالك يتوج بكاس مصر عن موسم 2020-2021. اداء رائع جدا من نادي الزمالك النهارده على مستوى الجهاز الفني اولا واللاعبين، وتحديدا في الشوط الاول. ممكن الشوط الثاني يكون قل الاداء شويه، او بمعنى ادق يكون الاداء بقى دفاعي اكتر منه هجومي. ده مش معناه ان النهارده الزمالك في اي لحظه من اللحظات ما كانش جيد. صحيح الأهلي حاول في الشوط الثاني، صحيح الأهلي اجتهد الشوط الثاني، صحيح تغييرات سواريش كان بيحاول بيها يعمل كثافة هجومية على النادي الأهلي، ولكن الزمالك أيضا تفوق دفاعيا في الشوط الثاني رغم الهدف اللي سجل فيه مرمى عن طريق حسام حسن. لكن الزمالك الشوط الأول هي دي البطولة. النهاردة الزمالك خلص البطولة في أول 45 دقيقة، أداء هجومي رائع جدا، أداء خططي وفني ممتاز جدا. في المقابل النادي الأهلي في 45 دقيقة أولى تقريبا كان واحد من أقل أشواطه هذا الموسم، إن لم يكن في مواسم أخيرة. كان في لخبطة، كان في تفاصيل فنية وتكتيكية مش موجودة، اللاعبين على المستوى الفردي ما كانوش جيدين. والدليل إن بداية الشوط الثاني سواريش غير ثلاث تغييرات، يعني في ثلاثة على الأقل في الملعب ما كانوش في مستواهم فاضطر يغيرهم، ده بجانب التغيير الاضطرارية اللي كانت بخروج محمد شريف ونزول حسام حسن بسبب إصابة محمد شريف. الكرة بتقول إيه؟ الفريق اللي كان بيبقى أفضل في 90 دقيقة هو اللي بيكسب. عشان كده النهاردة في المجمل، في مجمل 90 دقيقة الزمالك كان أفضل، ففاز واستحق بطولة كأس مصر. نهنيه ونهني تحديدا الجهاز الفني بقيادة جوزفالدو فيريرا. هتقولي ليه؟ أقول لك ليه واحدة واحدة. الزمالك أول الموسم لو تفتكر خروج مبكر من البطولة الأفريقية، نتائج سلبية في الدوري، أداء مش جيد، إيقاف القيد، غيابات بسبب الإصابات، لاعبين مش عايزة تكمل مع النادي ومش عايزة تجدد، في مشاكل في كل شيء، لدرجة إنه الزملكاوية نفسهم لو سألتهم هيقولك لا 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 الموسم ده مش بتاعنا، ده الموسم ده يعني يا دوبك هنعرف ناخد المركز الثاني في الدوري وهو يبقى الحمد لله وكتر خير الزمن. الزمالك تحول مع فيريرا، صاحب قرار عودة فيريرا قرار كان عظيم جدا. جوزفالدو فيريرا مدرب خبير، مدرب يستطيع التعامل مع كل الظروف. الزمالك في ظروف صعبة بسبب قوام الفريق القليل، مش قليل على المستوى الفني، قليل في العدد. يقف جيت فترتين، إصابات، لاعبين مش مركزة أو بعضهم مش مركز، لاعبين كانوا بيجددوا عقودهم ومش عايزين يلعبوا لحد ما يجددوا عقودهم، تفاصيل كثيرة. كل هذه الظروف تخطاها فيريرا وقدر يتعامل مع الظروف الصعبة جدا، وقدم للزمالك وللكرة المصرية عدد كبير من اللاعبين الشباب المميزين. من كام شهر كده سيد نيمار لو كنت قلت لك انه هيلعب في تشكيلة الزمالك كنت هتقول لا لا ده مدرب اكيد مش فاهم حاجة، ازاي يجيب لاعب صغير ويلعبه كده على طول في وسط الموسم في مباريات صعبة. لو قلت لك احمد يوسف اسامه نبيه هيلعب كنت هتقولي لا لا مستحيل ما ينفعش هو هيتجامل عشان خاطر والده. قلت لك هيلعب بسيف جعفر تقولي لا لا ده اكيد عشان الكابتن فاروق. راجل دفع بالشباب، تالقت الشباب، عوضوا الغيابات، بقوا صفقات جديده وكانهم صفقات جديده لنادي الزمالك، وقدر هذا الرجل انه يحقق بطوله مع نادي الزمالك. ومره اخرى اذكركم واذكر نفسي
ان احنا كنا بنقول الزمالك هيقدم موسم صعب جدا، صعب جدا، وده طبيعي وكان منطقي بالمناسبه. كل حاجه اتغيرت في الزمالك. عشان برضه ما تقوليش لا لا يا كريم انت بتبالغ. لسه في بعض الاخطاء الفرديه، في بعض الاخطاء الدفاعيه، لسه يعني في شويه حاجات وتفاصيل، بس اللي عمله فيريرا لا، عدى نص المشوار. نص المشوار ايه؟ تلات ارباع المشوار مع نادي الزمالك، واصبح للزمالك في الموسم الصعب ده بطوله هم مبدئيا، ولسه هو متصدر الدوري الممتاز وعنده كاس مصر عن الموسم الحالي ومعاه بطوله، ويقدر الموسم اللي جاي كمان يعمل فرقه افضل. فنجاح كبير لفيريرا ونجاح كبير جدا للاعبين اللي شاركوا واجتهدوا. في لاعب انا محتاج اتكلم عنه كتير النهارده بصراحه شديده، يعني المغربي اشرف بن شرقي. سيبك من النهارده عمل مباراه كبيره ورائعه، سيبك انك هتحس بشكل مجرد بغض النظر انت بتنتمي للاهلي ولا الزمالك، ان هو كان افضل لاعب في كل اللاعبين اللي في الملعب النهارده، افضل لاعب على مستوى التحركات، افضل لاعب على مستوى القرارات، افضل لاعب على مستوى التحكم في الكوره، افضل لاعب في كل شيء. مين؟ اشرف بن شرقي. مين اشرف بن شرقي؟ الراجل اللي ممكن كمان ايام ما يبقاش موجود في نادي الزمالك في اغلب الظن، كمان ده المعلن يعني انه الراجل خلاص هيني عقده مع نادي الزمالك ويمشي. في ناس تقول لك لا ده مش هيكمل ل 31/8، ممكن يمشي 31 ساعة، ممكن يمشي بعد ماتش الاهلي، المهم هيمشي في ايام، بعد ايام. الراجل لحد اخر لحظة هو افضل لاعب في فريقه، لحد اخر لحظة بيعطي بشكل رائع جدا ومميز. فتحية للعقلية قبل المهارات. يا سلام، ده في لاعبين مصريين في فرقهم والفرقهم الكبيرة ما بيعملوش نص اللي بيعمله اشرف بن شرقي. وبرضه مش بكلمك على المستوى الفني، وان كان هو متفوق طبعا، انا بكلمك على العقليه، ان انت راجل محترف كمل عقدك للنهايه، حتى لو انت واخد قرارك بالرحيل كمل عقدك للنهايه. لا طلع قال بس انا ليه مستحقات، لا طلع قال لا انا همشي اخر شهر 6 عشان انا كده اخري كده مع الزمالك، ماليش دعوه بقى بالعقد ومكتوب فيه ايه، انا الموسم بالنسبه لي اخره 6 ويعمل مشكله. ما طلعش مثلا قال لك انا بتعامل وحش في نادي، ما طلعش عمل اي ازمه، وحتى اقول لك ايه ممكن يشيل الازمات دي جواه فما تلاقوش جيد في الملعب، او تقول مثلا ايه اصله مش مركز عشان بيفكر في المشايان او مشاكله مع نادي، او عنده مشكله مع نادي الزمالك والكلام ده. حتى لو عنده مشاكل، حتى لو هو خد قرار الرحيل، حتى لو اي شيء، مركز وبيلعب باحترافيه رائعه جدا، لاعب كبير. وانا لو في مقعد جماهير نادي الزمالك واداره نادي الزمالك، الراجل ده هو ماشي يتكرم، الراجل ده هو ماشي يتقال له كلام محترم، الراجل ده هو ماشي يتقال له كلام تشجيع. حتى لو ما جددش لنادي الزمالك، وده الاغلب الظن بحسب ما هو معلن يعني، الله اعلم بالمفاجات ممكن تحصل اي حاجه في المستقبل، بس بحسب ما هو معلن الراجل ماشي يتكرم، يتكرم على احترافيته. ونادي الزمالك باحترافيه واحترام والاسم الكبير لنادي الزمالك يقدر هذا الرجل اللي ادى مع نادي الزمالك حتى اخر ثانيه. رائع بصراحه. لاعبي نادي الزمالك النهارده كلهم كانوا مميزين، رائعين. زيزو رائع، سيف الجزيري عمل مباراه تحديدا في الشوط الاول كانت رائعه جدا قبل ما يخرج وينزل اوباما في الشوط الثاني. خط الدفاع نادي الزمالك كان جيد الى حد كبير جدا. كل اللاعبين النهارده في نادي الزمالك كانوا مميزين واستحقوا الفوز لو قست المباراه على 90 دقيقه. نادي الاهلي النهارده في رايي ريكاردو سواريش قلق بعد مباراه بيراميدز. قلق، قلق من ايه؟ هقول لك قلق من ايه. قلق من فكره انه هيصمم على 4-2-3-1، هيصمم على الضغط العالي ويقدر يخطف الكره بسرعه وتفاصيل كتيره كان عملها في مباراه فيوتشر ونجح فيها. لما فشلت او تعثرت في مباراه بيراميدز هو قلق، واضح جدا انه سمع النصيحه. اتقال له العب بثلاثه في النص، احنا الثلاثه اللي في النص دول هم مصدر قوتنا، اليو ديانج وعمرو السوليه وحمدي فتحي، العب بثلاثه في النص. ورغم الثلاثة اللي في النص اللي لعبوا كل حاجة كانت غلط. هقول لك ليه؟ تصوري تحليل يعني. إن سواريش ما كانش مقتنع ومؤمن جدا بالطريقة أو بالخطة أو بالتشكيل اللي اتلعب بيه النهاردة. هو خد بالنصيحة. وعشان هو مش مقتنع 100% ما قدرش يمانج الموضوع، يدير الموضوع كويس، ما قدرش. عشان أنا نفسي مش مقتنع 100%. أنا يعني من الآخر كده بحاول أخش في عقله، أنا حاولت أعمل اللي أنتوا عارفينه، أنا لسه ما حفظتش الفرقة، لسه ما حفظتش اللاعبين. فلما اسمع النصيحه من الجهاز المعاون يقول لي اعمل كده وكده،
ممكن يبقوا صح، ودي مباراة ما ينفعش اخاطر فيها. ما مباراة بيراميدز حسيت ان انا اللعيبة مش فاهماني او مش فاهمة الطريقة بتاعتي او التكتيك بتاعي، فبلاش في مباراة نهائي كاس اغير. بس انا لو مكانه لا، اصمم على افكاري، اصمم على طريقتي، عشان حد ما اديش احاء للاعبين ولا وللجماهير ان انا مش بثق في قراراتي، ان انا شخصيتي ممكن ما تبقاش قوية 100%. ومرة اخرى ومرة الف، لازم التعامل مع سواريش في الفترة دي يكون تعامل له علاقة بالانطباعات. احنا عندنا انطباع على سواريش، مثلا بيشك ممكن، مدرب بيبقى متفاوت في المستوى من مباراة لمباراة ممكن، مدرب لسه بيحفظ ممكن، بس ابدا ما ينفعش تحكم على مدرب بعد 4-5 مباريات، خاصة وركز في دي، انه من الخمس مباريات بتروجيت والجونة دول مباراتين، في 3 مباريات لعبهم هم مع اقوى 3 فرق في الكره المصريه دلوقتي مع الاهلي، اللي هم مين؟ فيوتشر وبيراميدز والزمالك. ده بس هو الراجل جاي يقول مساء الخير، بسم الله الرحمن الرحيم، انا مدير فني جديد النادي الاهلي، بيلعب مع اقوى 3 فرق بنفسه، فيوتشر بيراميدز الزمالك. فلسه هو لسه زي بيقولوا ايه، هو بيلعب مع الفرقه دي وهو لسه بيفهم الفرقه بتاعته، فجاه لقى نفسه قدام الكبار. فالنهارده رأيي جماهير نادي الزمالك تفرح وتهلل وتنبسط للصبح بفوز فريقها بكأس مصر رغم كل الظروف الصعبة اللي مر بيها نادي الزمالك. بس مهم جدا في نفس التوقيت إن جماهير النادي الأهلي ما تهدش المعبد. الأهلي ده والفرقة دي اللي لسه كسبانة بطولات أفريقيا، اللي لسه واصلة لبرونزية كأس العالم، اللي عملت إنجازات عظيمة في فترة قليلة جدا. نفس الفرقة. فصبرا جميلا. الأهلي اللي خسر النهاردة كأس مصر ما زال لديه كأس مصر عن الموسم الحالي 2021-2022، ما زال ينافس على الدوري الممتاز وعنده دوري أبطال أفريقيا كمان. فالأمور لابد أن تكون هادئة في النادي الأهلي، عشان حسيت أنه النهاردة الجماهير تلقي باللوم في كل اتجاه على الإدارة وعلى الجهاز الفني وعلى لاعب باسمه. لا، هي الحياة كده. أنا متفاهم جدا أنه طبيعة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي وطبيعة الفريق الكبير بشكل عام، أنا عايز أخد كل البطولات طول الوقت، بس هو الواقع بيقول أن ده ما بيحصلش، ما ينفعش في أي حتة في الدنيا في العالم كله. فتتحمل الهزيمة، تتحملها زي ما بتفرح بالانتصار. النهاردة الزمالك يفرح، النهاردة الزمالك يسعد، حقه. وجماهير النادي الأهلي لابد أن تساند فريقها بكل بساطة وهدوء. سهل جدا اطلع اقول لك النهارده الشناوي ازاي يعمل كده ودي كارثه من الشناوي. طبعا خطا كبير من الشناوي وسهل على الزمالك المباراه، بس قبل خطا الشناوي الزمالك كان داخل المباراه افضل من الاهلي، والشناوي مش المفروض يغلط اخطاء زي دي عشان هو حارس كبير وكبير جدا، هو افضل حارس في مصر. ما ينفعش هاجي اقول لك اصل علي معلول ما عوضش اللي عمله في مصر. لسه كل ده مبالغات، خطا، مجرد خطا، خطا مؤثر في مباراه كبيره بس مجرد خطأ. كل اللاعبين بتغلط، كل الحراس بالمناسبة ممكن تعتبر ان المباراة دي مش بس اللي سيئة لمحمد الشناوي، ممكن تقول انه بقاله 7-8 مباريات جواهم كده، في بعض المباريات ما كانش بيقدم مباريات كبيرة. عادي، فترة هبوط مستوى طبيعي بتحصل لكل حراس المرمى في العالم. تير شتيجن الموسم اللي فات مر بمرحلة هبوط في المستوى مع برشلونة، تيبو كورتوا السنة اللي فاتت مر، مش السنه اللي فاتت، اول ما رجع ريال مدريد مر بحاله هبوط مستوى كبير لدرجه انه جماهير ريال مدريد كانت بتقول انتوا ازاي تمشوا نافاز وتجيبوا تيبو كورتوا، بعد كده تالق وابدع. مانويل نوير نفسه مر احيانا بهبوط مستوى. فكل حراس المرمى الكبار في العالم احيانا تمر بهبوط مستوى، فلا مبالغات في انتقاد الشناوي. نفس الامر على علي معلول بالمناسبه. جماهير النادي الاهلي جماهير عظيمه تتحمل فرقتها، زي ما بيقولوا دايما على الحلوة والمرة معاك، ده اللي معتاد من جماهير النادي الأهلي بالراحة. هي نفس الإدارة اللي جابت البطولات، ومعظم أعضاء الجهاز الفني اللي كانوا موجودين مع موسيماني، ومعظم مش معظم تقريبا كل اللاعبين اللي الفترة اللي فاتت اللي نجحوا وخلاص، هو خسر بطولة. حقيقي أنت مش هينفع تكسب كل البطولات. أنا بقول كده وأنا مش يعني أنا مش قاعد على مقعد المشجع، أنا فاهم أنت كمشجع هتقولي لا أنا آخد كل البطولات، طبعا ما ده الأهلي وده المعتاد من الأهلي، بس مش كل البطولات طول الوقت.
خد عدد كبير من البطولات، بس ريال مدريد ما بياخدش بطولات طول الوقت، برشلونه ما بياخدش بطولات طول الوقت، مانشستر سيتي وليفربول، كل الفرق في العالم مهما كبر اسمها ما تقدرش تاخد كل البطولات. بس ما بيهدوش بقى. يعني يشوف مثلا ليفربول خسر الدوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا في اخر خطوه، في اخر خطوه. مفيش معبد اتهد، لا مدير مشي ولا مدرب مشي ولا لاعبين اتسرحت ولا في اي ازمه ولا في اي مشكله. عادي، ما انت كسبت وبتخسر، تكسب وتخسر. طيب تعالوا نروح لتصريحات جوزوالدو فيريرا بعد نهايه المباراه. فيريرا قال ان الشوط الاول كان جيد ولعبنا فيه بكثافه كبيره، لكن واجهنا صعوبات اكبر في الشوط الثاني لاسباب متعدده. قال كمان ان الجماهير يجب ان تفخر بلاعبي نادي الزمالك، هذا هو الفريق اللي بتحبوه، هذا هو الفريق اللي يفوز او نفوز معه بمزيد البطولات او مزيد من البطولات في المستقبل. كمان سواريش قال ان سواريش الناحيه الثانيه، كارلوس سواريش قال ان المباراه انقسمت بيننا وبين نادي الزمالك، نادي الزمالك اجاد واستحوذ وسجل في الشوط الاول، سجل الزمالك هدفيه بسهوله وهما اثر على الفريق واستغل هذه الظروف ليكون افضل منا في المباراه، وقال ان بصراحه الاهداف اللي دخلت مرمانا كانت سهله للغايه ومثابه المنحه للزمالك، الهدف الاول جاء من خطا جسيم والهدف الثاني نفس الشيء، والغريب ان ذلك لم يكن نتيجه للضغط، هجوم الزمالك كله كان اسرع من دفاعنا وحاولنا الحد من فارق السرعات بين الشوطين، حاولنا اصلاح الامور وخاطرنا بتغيير الخطه ودفعنا بكل اوراقنا واستطعنا التفوق في الشوط الثاني، دخلنا اجواء المباراه سجلنا الهدف الاول لكن الزمالك كان متفوقا دائما في الكرات العاليه. طيب دي تصريحات سواريش، دي تصريحات سواريش بعد المباراه وتصريحات في منتهى الأهمية، تديك دلالة إنه لسه مش شايف، لسه مش عارف ولسه مش فاهم. يعني هو تحدث عن سرعات لاعبي نادي الزمالك، الزمالك من مباريات كثيرة ماضية واضح إنه بيعرف يعمل التحولات بسرعة شديدة جدا، ده التحولات الدفاعية الهجومية بيعملها في كل المباريات بسرعة شديدة جدا. اخر مباراه بين الاهلي والزمالك كان عنده التحولات ديت وعملها بامتياز وقدر يتعادل مع النادي الاهلي 2-2. من الكره من الدفاع للهجوم بتوصل بمنتهى السرعه، بيستغل اشرف بن شرقي وزيزو معاهم سيف الجزيري، سرعات مش طبيعيه وبيعرفوا ينقلوا الهجمه بشكل مش طبيعي، فكان لازم هو يكون عامل حسابه في هذا الامر. بس تاني والف لسه صعب تحكم على سواريش، صعب جدا، مش منطقي خالص. النهارده الاتحاد الافريقي لكره القدم اعلن عن جوائز 2022، تعالوا نشوف الجوائز اللي اعلنها، وطبعا كان فيها حاجات كتيره من اللي توقعناها امبارح. افضل لاعب في القاره هو ساديو ماني، افضل لاعب داخل القاره محمد الشناوي، افضل فريق للرجال داخل القاره هو الوداد المغربي، افضل لاعيبه في القاره سيسات وشاشالا، افضل مدرب في القاره اليو سيسي مدرب السنغال، افضل مدربه لفريق السيدات ديزي الياس. طيب دي الجوائز، عايز كمان فرصة يعني نشيد محمد شناوي بس بعد ما نكمل الجوائز. أفضل هدف في القارة عثمان ساخو، أفضل منتخب في أفريقيا منتخب السنغال، أفضل لاعب شاب في القارة بابي سار، أفضل لاعيبة شابة في القارة إيفلين بادو، أفضل لاعيبة داخل قارة أفريقيا إيفلين بادو، أفضل فريق للسيدات في أفريقيا فريق صن داونز. وهي دي النقطة في قصة محمد الشناوي، زي ما قلت لكم محمد الشناوي يمر بمرحلة فيها بعض التذبذب في المستوى. انا رافض تماما ان حد يقول ان محمد الشناوي بعيد عن مستواه ومستوى هابط جدا ومستوى كارثي ولا الكلام ده كله. في اخطاء نعم، في اخطاء نعم. وبالمناسبه بقى يلا فرصه شيء بشيء يذكر، لو انتوا عايزين في الدوري المصري حارس مثالي ما كانش هيبقى قاعد معانا هنا، كان هيبقى في ريال مدريد او تشيلسي او مانشستر يونايتد. فبما ان ما عندناش حارس مثالي فهيبقى عنده بعض الاخطاء. هتقول يعني هو محمد الشناوي مش حارس مثالي؟ ما هو مش حارس مثالي، ما زي ما قلت لك ما كانش هيبقى موجود معانا في الدوري، كان هتلاقيه زي مندي مثلا موجود في تشيلسي او زي ياسين بونو موجود في اشبيليه. بس هو افضل حارس في مصر؟ نعم. احسن حارس في مصر من 2018 مؤكد، مفيش خلاف. بقى له 4 سنين محافظ على المرتبه ديت، هو رقم واحد. يمر بقى بمرحله هبوط في المستوى او بعض الاخطاء، طبيعي وطبيعي جدا. مليون مبروك لمحمد الشناوي فوزه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا داخل القارة، ده شرف لينا، شرف لينا كمصريين إن الجائزة تروح للاعب أو جائزة تروح
تروح للاعب مصر، وهي الجائزة الوحيدة لمصر في جوائز الكاف اليوم. فطبعا نهنئ محمد الشناوي ونهنئ أنفسنا، لقب أو جائزة تخصنا جميعا كجماهير مصرية. اسم مصر لما يشيله محمد الشناوي كان دايما متفوق في كل البطولات، سواء مع منتخب مصر أو مع النادي الأهلي، بنشكره وبنهنيه طبعا. النهاردة زي ما قلت لكم من يومين ثلاثة كده أنه خلاص مصطفى محمد قريب جدا من نادي نانت الفرنسي، وفعلا نانت الفرنسي النهاردة أعلن رسميا ضم مصطفى محمد موسما على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، وخلاص هو رحل كده من جلطة سراي وانضم رسميا إلى نادي نانت الفرنسي. ده بالنسبة لمصطفى محمد. لسه مكملين مع حضراتكم. النهارده كان في طاقم تحكيم رائع جدا لهذه المواجهه، مواجهه الاهلي والزمالك، رائع في كل شيء. واحنا بصراحه شديده كده، اوضكم التحكيم الاجنبيه اللي جات لنا في الفتره الاخيره في المباريات الكبيره تقريبا كلهم ممتازين وكلهم رائعين، فتحيه للي اختار. ولازم ناخد بالنا بقى، لازم ناخد بالنا، بنحس بالفرق. انا اسف والله، انا من اكتر الناس اللي من زمان احترم الحكم المصري واحترم قدرات الحكم المصري، والاهم احترم نزاهه الحكم المصري، بس احنا محتاجين شويه تطوير، محتاجين شويه تدريبات، محتاجين شويه خبرات، محتاجين شويه حاجات كده نعملها عشان نوصل للليفل اللي احنا بنشوفه في المباريات مع اوضكم التحكيم الاجنبيه جت لنا في الفتره الاخيره. بعد الفاصل هيكون معايا للحديث عن طاقم التحكيم في مباراه اليوم الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه، خليكم معانا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفني ونورني في هذه الفقره كابتننا الكبير كابتن جهاد جريشه، خبيرنا التحكيمي الرائع بعد اداء تحكيمي رائع النهارده كابتن جهاد، مشرف ومنور. ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ كله بخير؟ كله زي الفل الحمد لله. الطاقم النهارده طاقم التحكيم تحس انه كان مخلي المباراه سهله، مخلي المباراه دون ازمات دون مشاكل، حتى لو فيها ضغط. دي نهايه بطوله، مش حتى مباراه في الدوري ممكن تخلص بتعادل عادي، نهايه بطوله والامور كانت هادئه تماما. انت ما حسيتش بيه خالص يعني؟ اي مشاهد النهارده في مصر كلها بتتفرج على المباراه، طبعا الاهلي وزمالك نهائي كاس مصر، بطوله كبيره وماتش كبير، كل العالم العربي والافريقيا ومصر كلها بتتفرج، فالراجل النهارده ما حسيتش بيه. صحيح. يعني سبع انذارات في المباراه كلهم مستحقين. شك في ركله الجزاء هنشوف على الحالات مع بعض، بس بيتكلم على حاجات، شك في ركله الجزاء بمنتهى الهدوء، براجع الفار، هدى اللعيبه، الراجل قال له الكره في الايد بس هنتكلم فيها لما تيجي المنظر بتاعها، الراجل شرح اللعبه للاعيبه بمنتهى الهدوء. ما حسيتش يعني النهارده فعلا يعني نموذج للتحكيم الجيد المحترم. حسيت انه من اول الدقائق لما ادى الانذار كمان لامام عاشور، يا جماعه انا مش جاي اهزر، انا جاي افرض التزام. وانا سمعت حضرتك عشان اقول بس، كنت بنتفرج على الماتش مع بعض، انت قلت المباراه هتمشي هادي، الحركه اللي عملها دي هو خلص الموضوع بالظبط. بيجي لك كحكم في بدايه المباراه بيجي لك هديه، الهديه دي حاجه من الاثنين، تقبلها وتكسب بيها ماتشك يا ترفضها وماتشك صعب عليك. صحيح. فلما جت لك الهديه في الدقيقه في اول دقيقه دقيقتين ثلاثه او انذار مستحق لامام عاشور، ما ترددش كسب الماتش. صحيح. هو دلوقتي هو كعنصر ثالث في المباراه، فريقين والعنصر الثالث الحكم، الانذار ده لما جاله كسب بالماتش. صحيح. ونجح بالماتش بالانذار ده، الانذار ده هو اللي نجح بعد كده الماتش، وبالتالي هو نفس المعيار خده من اول دقيقتين. صح. وانت ماشي سبع انذارات وكلهم مستحقين. فبالتالي الدنيا هو سهل على نفسه جدا يعني. صحيح. لا ولاعيب الاهلي والزمالك في كل الانذارات حتى ما تحسش ان هم اعترضوا اعتراضات، لا ما حدش يتكلم، لا ما اللي هو انا متقبل، يعني ممكن اتكلم شويه ليه ومش بس يعني بتعدي، لا الانذار بيطلع واللعيب عنده قناعه بالحكم من اول دقيقه، خلاص عنده قناعه بالحكم، الحكم اللعيب بيختبر الحكم، فاختبار الحكم اول دقيقتين الحكم نجح في الاختبار. في جمله دايما كنت بسمعها عن الحكام، يقول لك الحكم الناجح هو اللي بيعرف يفرض شخصيته على اللاعبين، لو اللاعب حس ان انت مهتز او قلقان او خايف خلاص هو استلمك بقى باقي الماتش. هو عموما الحكم بالنسبه لهم ده اول مره يجي مصر، طبعا اول مره نشوفه في مصر. صح. ما حكمش للفرقين، اللعيبه ما تعرفوش، اول دقيقتين عرفوه. ايوه خلاص انا دلوقتي انا عرفتكم على نفسي، انا قدام حكم شخصيه قويه ما بهزرش، هو ده ادي رساله في الدقيقه الثانيه ان انا جاي لاشوفه احسبه، انذار هيجي هدي انذار، لو جه انذار تاني هدي انذار، ما عنديش مشكله. يلا نبدا بالحالات. نبدا بالحالات. نبدا بيه بقى؟ يعني هنتكلم في الدقيقه الانذار اللي مفتاح المباراه. في الدقيقه الثالثه انذار امام عاشور. امام عاشور. فهنعرضها. الكره دي كان يعني اهو
امام عاشور حتى لسه رايح يعطي الكوره في الدقيقه الثالثه. الراجل دخول بتهور من امام عاشور، الدخول بالمنظر ده الاستاذ في القدم، احنا معنا صور فالاستاذ في القدم بالمنظر ده دخول بتهور، انذار مستحق. الراجل ما فكرش، هو ده القرار اللي ينجح بالماتش. صحيح، هو ده القرار الاساسي اللي ينجح بالماتش. هو بيتكلم، بيقول له، بيشرح له، بنتكلم اللعيبه بمنتهى الاحترام، بيقول لك انت داخل بالاستاذ. في ملاحظه مهمه جدا يا كابتن جهاد، النهارده كان بيشرح كل حاجه، تعليمات على فكره في 2018. قال لك عرف اللعيب انت عملت ايه. صح، بمنتهى الهدوء يعني. لا، وعجبني جدا لما كان الجهاز الفني ولاعيب النادي الاهلي بيعترضوا على الوقت الضايع، كان بيقول لهم انا هحسب ست، انا هحسب دقيقتين، ويروح يكلم الجهاز الفني. لا، ده هو في الدقيقه، هو حاسب، انا هزود دقيقتين. لا مش بيزود دقيقتين، هو حاسب سبعه. قال انا فاضل لي دقيقتين لعب. هو كان حاسب خمس دقائق، سبع دقائق، وفي الدقيقه كام ده، في الدقيقه خمسه خلصت. كان فاضل له دقيقتين، قال له انا فاضل لي دقيقتين لعب. انا ترجمت بلغه الشفايف، انا فاضل لي دقيقتين، في يعني هو سبع دقيقتين لعب، هو هيلعب دقيقتين، وقف دقيقه وزود الدقيقه في الاخر بقى. حاجه محترمه، عاجبني اللي هو يعني ما تضيعش وقت وما تعملش ازمه وما تعملش مشكله. قصة سهلة. وتلاقيه بيروح يجري يقول لا اصل ده كان الاوفسايد عشان مش عارف الكتف كان عامل كل التفاصيل. لا، هو راجل النهارده. طيب، اداء كويس. دي كره امام عاشور. اللي بعده بقى، اللي في الدقيقه 8 في انذار، هنجيبه. انذار لمين؟ لفتوح. في الدقيقه 8 لاعب الزمالك. هو الراجل بيشرح له، بيقول له انت عملت ايه، خشيت بالمنظر ده، رفعت الرجل ودست على رجل لاعب النادي الاهلي، وبالتالي انذار مستحق. الراجل خد الانذار ومفيش كلمه خلاص، يعني قصه سهله. دي في الدقيقه 8 انذار تاني لنفس الفريق للزمالك، مفيش مشكله بالنسبه له. فبالتالي المعيار واحد، هو الراجل لما حط رجله كده بالمنظر ده، طبعا هو دسي ما كملش عشان ياخد كارت احمر. الفار بيراجع اللقطه دي، اللقطه دي لا تستحق اكتر من انذار، وبالتالي انذار مستحق. والراجل بصراحه، لان هو الراجل بس مجرد دوسه خفيفه ما كملش في الرجل، والركبه انتنت بالمنظر ده، ما فيش فيها لا قوه ولا سرعه عشان نوصل للكارت الاحمر. عظيم جدا. لكن هو ده بالظبط القصه اللي الاعتبارات دي بيقولها مع الفار، بيقول له انا اديت انذار، هو داس على الرجل، لكن الركبه انتنت، فما فيش في الدوسه دي لا قوه ولا سرعه، وبالتالي ننزل من الكارت الاحمر للكارت الاصفر، وانذار مستحق. صحيح، ومنتهى الهدوء. هو سيمون يعني من الناس الهاديه جدا. دي لعبه انذار لايمن اشرف في الدقيقة 20. في حاجتين في الانذار، الهجمة الواعدة، الراجل رايح في منطقة خطرة وهجمة واعدة، وفي نفس الوقت في تهور من ايمن اشرف، او لا، انا اللعبة دي كمان ما كانش تهور، ده كان اهمال من ايمن اشرف، لكن في لعب هجمة واعدة ورايح هجمة واعدة رايح، لكن لو كان استلمها كان جول. بالظبط، فهو الدخول من ايمن اشرف، يعني الفاول حصل باهمال، لكن هو رايح في هجمة واعدة، وبالتالي انذار مستحق. والراجل يعني يا دوبك صفر، الانذار طلع بمنتهى الهدوء. ايمن اشرف بطبعه حتى في الدوري المصري بيعترض، لا ما اتكلمش، يعني القصه في قناعه بالقرار. ده كان الانذار الثالث في 20 دقيقه، ثلاث انذارات وكلهم مستحقين ومفيش مشكله. والدنيا ماشيه. في حكام تانيين يقول لك ايه، في اول الدقائق كده لم الموضوع، ما تديش انذارات. على فكره لو انت لميت الموضوع، الموضوع هيفتح منك، العكس بقى يحصل. بس ده بيحصل. ما هو لو ده حصل، في حكم بيفكر كده، ما هو لو ده حصل غالبا بنسبه كبيره جدا الموضوع ما بيتلمش. صح، الموضوع بيبوظ. صح، فاحنا بننصح حكامنا، لا ما تلمش الموضوع. اللي انذار مستحق يجي لك اديه، الكارت الاحمر مستحق يجي اديه، وبالتالي يمشي طول الوقت، اللي تشوفه احسبه، ودي هتبقى اسهل يعني. عظيم. طبعا اللقطه ديت في الدقيقه 29 شك في ركله جزاء لنادي الزمالك. طبعا اللعيبه راحت اعترضت عليه زي ما احنا متعودين في الدوري المصري بالمنظر ده. هو اتكلم بمنتهى الهدوء، حتى احتسب ركله ركنيه، القرار بتاعه احتسب ركله ركنيه. الكره شوف ايمن اشرف، الكره جت في ايده، نرجع تاني بالمنظر ده اللي بقى الفيديو موجود وجبناه. الكره الايد في وضع طبيعي، الكره جت في الايد ولكن في الوضع الطبيعي، وبالتالي هو شرح لهم كمان، وراهم الايد جنب جسمه، مش مكبره الجسم. جت في ايده تمام، والفار تشيكنج قال له اثبت، استنى بس، استنى. قال له ستوب، وقف اللعب. يعني معايا دلوقتي فار بيراجع معايا، دي رساله لكل اللي بعمل ستوب، ده معناها ان الفار شغال. فبيكلمه امام عاشور، فهو قال له الاشاره، قال له الايد جنب الجسم، وبالتالي كله اقتنع. هو الكلام جاله من الفار، قال له انا ما حسبتش عشان كذا، فاكد لي على اللقطه، حسبتش اللعبه دي علشان الايد جنب الجسم مش مكبره الجسم، وبالتالي انا ما اديتش ركله جزاء، شوفها كده، اكد عليا. قال له اوكي. فهو بيتكلم اقرب لاعب زمان. البادي لانجوج بتاعت الحكم كمان بتديك اللي هو ايه، انا يا جماعه مش شاكك في القرار. انا احيانا مع كامل الاحترام والله هو غصب عني بحط المقارنه، بس احيانا حكامنا هو نفسه بيبقى متوتر او مش واثق، فبيدي اللعيبه احساس ان هو اذا كان انت مش واثق. الانطباع الانطباع ده، الراجل مدي القرار وعنده قناعه بالقرار، وفي يعني برضه بيستمع للفار، لو اخطا على فكره هروح عادي جدا بمنتهى البساطه، لكن هو الراجل بيراجع معاه ومفيش مشكله، والراجل صحيح قرار سليم ومراجعه سليمه من الفار، وفعلا مش ركله جزاء لانها لمسه يد غير متعمده او الايد فضل غير طبيعي، وبالتالي استمر اللعب، وقرار سليم من الحكم ومراجعه سليمه من الفار. في الدقيقه 47 وليد سليمان بينزل
مفيش ثانيه عمل فاول بتهور والرجل داخله بالاستاذ نفس المنظر اللي ده فيه اللاعب نادي الزمالك نفس يعني نفس المعيار واحد وبالتالي لما تيجي ينزل بالمنظر ده ويدي الانذار في قناعه من الكل. اللقطه دي كان فيها ميزه كمان في من الحكم ان هو حصل هيحصل احتكاك بين الاثنين لعيبه راح دخل بين اللعيبه الثلاث اربع لعيبه من الزمالك مع لعيب الاهلي كانوا هيحصل مشكله حلها بان هو حط نفسه بينهم وبالتالي منع اي احتكاك يحصل وده درس ان احنا الحكم انت مش مجرد تدي انذار وتبص وتكتب لا خلي بالك انت ممكن يحصل انفعال واحد يضرب الثاني يبقى انت كحكم السبب في الطرد لا انت لما بتحل المشكله قبل ما تحصل ده حاجه مهمه جدا ده اسمه تحكيم وقائي ايوه بتحاول ما توصلش للمشكله قبل ما توصل للمشكله حلها دي اللقطه بتاعت وليد سليمان دي اللقطه وهو حلها بمنتهى البساطه وبعد كده راح مديله انذار بمنتهى الهدوء وحل المشكله في جزء من الثانيه فبالتالي اداء ممتاز ممتاز في الدقيقه 77 في انذار حمدي فتحي الدخول بتهور وبرده بتكلم على حدود منطقه الجزاء في هجمه واحده هو اساس الانذار هنا الدخول بتهور من حمدي فتحي وبالتالي الراجل موجود في مكان ممتاز زاويه الرؤيه واضحه شايف بالاثنين لعيبه خلاص الانذارات كلها مفيش يعني ما تقدرش تشك فيها ولا واحد في مفيش انذار تقدر تقول او لا انذار كلها وما ينفعش تقول كمان مثلا ايه اصل دي وجهه نظر الحكم والحكم شافها كده لا انذارات مستحقه وكل الاعتبارات اللي في الانذار موجوده يعني حاجه وبالتالي صحيح. بيديك الانذار بارتياحيه تكلم عليه ما تقدرش تقول لا ما ينفعش الانذار ده لا صحيح. ما اقدرش اقول له كحكم انت ممكن توفر الانذار ده ما انت ممكن في الوقت الماتشات لما الانذار بتزيد في انذار ممكن توفره اللي هو انذار 50-50 لكن ده مفيش هنا عنده 50-50 الراجل بالنسبه له يا اما ابيض يا اما اسود صحيح قصه سهله صحيح اللي بعده في انذار بقى لزيزو في الدقيقه 80 الانذار ده سببه حاجتين اتنين الحاجه الاولانيه التهور دي كره علي معلول الاول في علي معلول في دي كره علي معلول مع زيزو اللعبه دي في حاجتين اتنين اولا تهور من علي معلول الدخول بتهور بالمنظر ده وبعدين كان في مساحه واسعه جدا زيزو هيروح فيها فهتبقى هجمه واعده صحيح وبالتالي معاك الاعتبارين الاثنين المساحه والهجمه الواعده والدخول بالمنظر ده دخول بتهور وبالتالي انذار مستحق بيقولوا عليه انذار بروحين يعني في سببين للانذار هو راجل اداه بمنتهى البساطه المساعد بيدي القرار على فكره لما بيدي القرار بيقول للحكم ركله حره مباشره وانذار بيديله توصيه بالانذار يعني فالانذار مستحق وده كان من ضمن اربع انذارات للنادي الاهلي النهارده نشوف اللي بعده دي بتاع زيزو دي بتاع زيزو الفاول اتعمل باهمال زيزو عمل ايه النتيجه 2-1 في الوقت ده صحيح فانت لما انت كزمالك عايز تضيع وقت فراح واقف قدام الكوره فهو بمنتهى البساطه الانذار سببه ان انت بتحاول تضيع الوقت وبالتالي هو اداله انذار بمنتهى البساطه بسبب اضاعه الوقت هو بيحاول يضيع الوقت لان الراجل هو اللي فايز او متقدم في المباراه وبالتالي اداله انذار لانه واقف قدام الكوره عشان الكوره ما تتلعبش فده بيضيع وقت النتيجه 2-1 انت عارف لو النتيجه مش 2-1 الاشاره دي كان يقصد بيها ايه النتيجه انت كسبان انت مستفيد من اضاعه الوقت فالنتيجه 2-1 فانذار عشان كده عشان انت كسبان لو النتيجه 1-1 كان كلمه بس انا عجبني جدا فكره انه بيشرح كل قرار اللي هو ما تجيش تعترض معايا انا عملت كده عشان كده او فاللاعب بيستجيب بسرعه فالاستجابه بتبقى اللي هو انا مش بضحك عليك لا هو بص سيمون النهارده يعني عايز اقول لك انا يمكن الصبح كنت بكلمه الصبح كنت بقول لك ان انا بكلمته الصبح لان هو صديق شخصي بالنسبه لي الحوار كان فيه ايه بينكم هو وصل وسال هو كان كابتن حسام الجوهري المرافق معاه فسال كابتن حسام على جريشه اخباره ايه لان كنت معاه في الكاس العام اللي فات فاتصل بيا الراجل سلم عليا ومبارك لي على ان انت بتحلل دلوقتي وموجود في مكانه كويسه في مصر وقلت له انت طبعا مرحب بيك في مصر ماتش مهم وماتش صعب الفرقتين كبار قال لي انا عرفت كل التفاصيل عن الفرقتين وجاي مذاكرهم فدعيت له بالتوفيق وانا عارف ان هو حكم هايل ان هو كميه ماتشات وكميه بطولات اشترك فيها هايل انا عايز اقول لك ان هو رجع التحكيم البولندي بعد 20 سنه بعيد عن كاس العالم 2018 كان من 1998 تشيك اللي هو الحكم البولندي كان موجود في 98 ده كان حكم اخر حكم بولندي حكم في كاس العالم فهو رجع بعد 20 سنه التحكيم البولندي لكاس العالم 2018 صحيح فنقل التحكيم البولندي نقله كبيره بالقصه دي وهو موجود في كاس العالم 2022 فحكم هايل جدا طيب اخر سؤال غصب عننا بنبدا نحط المقارنات حطكم تحكيم اجنبيه رائعه في الفتره الاخيره اللي جت في المباريات الكبيره بنحط مقارنات مقدرين جدا الحكم المصري احترام الحكم المصري نزاهه الحكم المصري بس زي اللاعب المصري واللاعب الاوروبي صح في فرق كواليتي واضح بص انا هبدا الاول ان عندي طقم مصري لازم اهنيه امبارح كان بيلعب في مصر في الدوري الليبي محمود البنا طبعا يوسف البساطي وكان معاهم لا احمد توفيق طلب ويوسف البساطي عشان المساعد الاول والمساعد الثاني فعملوا ماتش هايل اهلي طرابلس
مع اهلي بنغازي ماتش ديربي في ليبيا. بينطلب الحكم المصري، بينطلب الحكم المصري. الراجل راح بدعوه شخصيه، والطقم دوت راح الماتش، عمل ماتش امبارح هايل. وبالتالي في عندنا الكواليتي موجوده، في عندنا الكواليتي موجوده، في عندنا حكام كويسين، في عندنا حكام كويسين زي البنا، وفي اكتر من 7 حكام دوليين، واكتر من الدوليين كمان في حكام كويسين. بس احنا الفار محتاج شغل، محتاج تدريب عملي كتير في الملعب. دلوقتي انا قلتها بمنتهى الامانه، الناس دلوقتي بتتمرن، كل واحد بيتمرن في بيته على التمرين البدني عشان يبقى يجري في الملعب. لكن احنا محتاج فوق التمرين البدني مع وجود الفار، لازم تتمرن طول الوقت على تقنيه الفار عشان توصل للمستوى اللي احنا بنشوفه النهارده. صحيح. انت النهارده مش حاسس بالفار، مش حاسس بتوقفات، مش حاسس بمشكله حصلة ان الراجل بيراجع، او في دربكه بتحصل عندنا في الدوري المصري ان الفار لما تيجي الفار تشيك بتحس ان في حاجه مش مظبوطه، وقت كتير، قرارات بتاخر، الحاجات دي كلها بقى عندنا مشكله. الحاجات دي بتيجي بالتدريب. صحيح. بتيجي بالشغل. صحيح. التدريب والتدريب المستمر، لان الموضوع مش هيجي في يوم وليله يا كريم، الموضوع صعب. صحيح. الناس متخيله ان الفار موضوع سهل، ان مجرد راجل يروح يشوف، لا، الموضوع بيجي تدريب وممارسه واغلط واتعلم واغلط واتعلم، فالقصه ما بتجيش سهل. صحيح. فمحتاجين التدريب العام ده يكون موجود. انا النهارده بحيي لجنه الحكام الامانه، طقم تحكيم النهارده اللي تم اختياره على اعلى مستوى. على فكره انا حييتهم قبل الماتش، قبل ما نشوف الماتش يعني، لان عارف المستوى اللي جاي حاجه، يعني حاجه كواليتي ايه في الاتحاد الاوروبي. رايه. وبالتالي هو لعب راجل في كاس العالم فات ماتشين، اتوقع للطقم ده يوصل ابعد مسافه في كاس العالم اللي جاي. عظيم. لان في ثقه فيه. عظيم. كابتن جهاد دايما بتشرف ودايما بتنور ودايما بتفيدنا كثيرا. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا كابتن كبير، كابتن جهاد جريش. لسه مكملين مع حضراتكم اكيد الكلام كله النهارده عن مباراه الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر. الزمالك بطل لكاس مصر موسم 2020-2021 بعد الفوز على الاهلي 2-1. بعد الفاصل نستقبل الكباتن الكبار، كابتن اسماعيل يوسف نجم نادي الزمالك الاسبق، والكابتن وائل رياض نجم نادي الاهلي الاسبق. بعد هذا الفاصل خليكم معنا. يعني الفقرة دي فيها اتنين من نجوم الكرة المحببين جدا الى قلبي وقلب حضراتكم بكل تأكيد، بشرف جدا ان هم معايا النهاردة. هتستمتعوا بيهم وهستمتع بيهم اكيد بآرائهم وتحليلاتهم عن هذه المواجهة الكبيرة بين الزمالك والنادي الاهلي، المباراة اللي فاز بيها نادي الزمالك بكأس مصر موسم 2020-2021. يشرفني وينورني كابتن الكبير، كابتن اسماعيل يوسف نجم نادي الزمالك الاسبق. كابتن اسماعيل مشرف ومنور، سعيد يا حبيبي كريم، ربنا يخليك. مليون مبروك. الله يبارك فيك. الحمد لله رب. وايضا الكابتن الكبير كابتن وائل رياض شيتوس نجم النادي الاهلي الاسبق. كابتن وائل مشرف ومنور، ربنا يخليك كريم. أرضلك. انا مبسوط جدا ان انا موجود مع كابتن اسماعيل، طبعا كابتني والتاريخ الكبير. والله فاتبسطت جدا لما عرفت ان انا هبقى موجود مع كابتن اسماعيل، واكيد معاك طبعا. شرف ليا، شرف ليا. كابتن اسماعيل مليون مبروك طبعا. نادي الزمالك النهارده عمل مباراه كبيره، تحديدا في الشوط الاول وحتى الشوط الثاني على مستوى الدفاع، عمل مباراه لحد كبير جيده جدا. في المجمل على مستوى ال 90 دقيقه كان الزمالك الاحق بالفوز، والفوز بالمباراه والفوز بكاس مصر. طبعا الحمد لله. طبعا مبروك لجمهور نادي الزمالك الكبير العظيم اللي ما سابش الفرقه في الفتره اللي فاتت، ووقف جنبها واقتنع بمدير فني كبير عظيم زي فيريرا، ومجلس إدارة طبعا مستشار مرتضى. كل الناس سخروا جهودهم الفترة اللي فاتت ان نادي الزمالك يقف على رجليه، لان الحقيقة ان مجموعة لعيبة كل الناس كانت بتتكلم ان الموسم هيبقى صعب جدا لنادي الزمالك. السكواد مقفول فترتين قيد. صحيح. لعيبه صغيره. هو جه طبعا، وده بقول صفقه العمر بالنسبه للمجلس اداره نادي الزمالك المستشار مرتضى، ان هو جاب فريرا. لان فريرا عنده خبرات كبيره جدا، وهو جه مصر وعارف الاجواء وخد الموضوع تحدي. بالرغم كريم ان هو الاسيستنت اللي معاه مش هم اللي كانوا معاه في الفتره اللي فاتت في نادي الزمالك. مظبوط. فجايب مساعدين برتغاليين على مستوى عالي جدا جداد. صح. فهو عشان يفهموا شغله اول مره يشتغلوا معاه. فهو كان بيشتغل بايده، قمه النشاط والحيويه من اول يوم اشتغل فيه، وعنده مبادئ ثابته ما بتتغيرش سواء مع اللعيبه الكبار او مع اللعيبه الصغيرين، هو المعامله واحده. فنال احترام وتقدير اللاعبين طبعا، ومجلس الاداره والجمهور، واللي بيشتغل ربنا بيكافئه. البطوله النهارده تتويج بسيط، لان هو اشتغل الفتره اللي فاتت كويس جدا. صحيح. وارسى مبادئ داخل نادي الزمالك بين اللعيبه، ان اللي كويس الملتزم الموجود بغض النظر عن اسمه مين، بدليل ان هو النهارده مكاسب كتير لنادي الزمالك في الفتره اللي فاتت. انت اكنك جايب 5 أو 6 صفقات
جداد مش حاسين الفرق اللي حصل بين ولد صغير النهارده نديم حارس مرمى عنده 19 سنه او 18 سنه قاعد احتياطي العواد. صحيح. النهارده في اكتر من لاعب موجود صغير حسام عبد المجيد صغير عنده 20 سنه صح. بيلعب لقاء قمه على بطوله صح. فالامور لا تحس ان هو طبعا ربنا بيكافئه على الفتره اللي فاتت. حسين نيمار ونيمار وسيف جعفر ويوسف اسامه نبيه لعيبه ان شاء الله هتبقى يعني ذخيره بالنسبه لنادي الزمالك في الفتره اللي جايه. بس لما الولاد الصغيرين دول يطلعوا على بطوله ووائل عارف ان الاحساس بالثقه وان هم ممكن يدوا لنادي الزمالك فترات طويله ان شاء الله. صحيح. كابتن وائل العكس بقى، الاهلي النهارده تحس انه تاخر كثيرا في دخول المباراه، او الدخول كان دخول المباراه كان دخول خاطئ ربما على مستوى التشكيل او على طريقه اللعب انت اللي هتقول لي، بس الاهلي كان بعيد بعيد خالص من بدايه المباراه حتى قبل الهدف الاول قريت انه الزمالك افضل. طب لا خلينا نقول ان الموضوع مش مباراه يعني مش النهارده بس الاهلي بعيد، الاهلي بعيد بقاله فتره وكمان لما الناس ابتدت تتكلم بعد مباراه فيوتشر ان الاهلي رجع والكره الحلوه رجعت، انا كان تعليقاتي مع الاصدقاء المقربين جدا ان بدري قوي الحكم على عوده الاهلي، لان الاهلي بقى يعني بقاله فتره اللعيبه منهكه بشكل كبير جدا، في اختلاف في الجرعات التدريبيه اللي كان بيعملها موسيماني عن سامي قمصان عن الراجل الموجود دلوقتي سواريش، فانت بتتكلم في ان الاختلاف التدريبي ده بعضه، وكابتن اسماعيل موجود معانا ومدرب كبير وعارف الكلام ده، الراحات الكتير اللي كانت بتحصل ايام موسيماني ممكن تاثر يعني مش الموضوع اجهاد اوفرلود، لا ممكن كمان يبقى عندك مشكله في النقص التدريبي ان انت بتتمرن بشكل مش جيد. فالموضوع مش نتاج مباراه النهارده بس، لان مباراه بيراميدز الاهلي ما كانش فيها شكله كويس، انما ما اقدرش برضه اقول ان الراجل يعني خلاص وحش، لا ما يعني ما ينفعش اقول كده. ليه؟ لان دخلته المباراه النهارده دخله مش كويسه خالص، التشكيل ما كانش كويس، طريقه اللعب ما كانتش كويسه، انا من ايام موسيماني لان موسيماني كان من ضمن المدارس اللي بتقعد تغير في طرق اللعب كتير، انما احسن طريقه لعب احسن طريقه لعب للنادي الاهلي اللي النادي الزمالك بدا بيها النهارده وهي 3-4-3 بقى عندنا قصه الثلاثه لما بيلعبوا ورا وبتطير الجناحات بتاعتك او الناس اللي على الاطراف بتلعب باريحيه، والامور بقت بتختلف بشكل كبير جدا عنها ما تلعب اربعه في خط الظهر. فده اللي حصل، انه لما دخل الشوط الثاني بالتغييره دي او بالتكتيك بتاع 3-4-3 الموضوع اختلف خالص. صحيح. لما حطيت قفشه في بوزيشن رقم 8 او حطيته في قلب الملعب ابتدى يؤدي بشكل مختلف، لما حطيت عبد القادر واديته واجبات هجوميه وقلت له هاجم وما تخافش وراك عبد المنعم هيدافع بشكل كويس الامور ابتدت تختلف، لما رجعت حمدي فتحي عشان الميس باس الكتير قوي اللي بيتعمل في نص الملعب، فلما رجعته في بوزيشن بتاع ليبرو بس على نفس اللاين بتاع ياسر وعبد المنعم ابتدت الامور تبقى مختلفه شويه بالنسبه للنادي الاهلي. ابتدى بس طبعا المشكله ان انت دخلت متاخر، لان في 45 دقيقه اتفقدوا منك مزمد. وكمان المنافس استغل ده بشكل كبير جدا في انه احرز هدفين وكان ممكن يحرز اهداف اكتر، لان الاوف داي بتاع الاهلي ما كانش في 2-3 لعيبه، انت بتتكلم في 11 لاعب، ال 11 لاعب كانوا وحشين، كان في توتر غير طبيعي، كان في ميس باس كتير جدا، كان في كنا بنتكلم انا وكابتن اسماعيل جوه دلوقتي على الكوره بتاعت ياسر ابراهيم في الشوط الاولاني اللي جاي منها الجون بتاع امام عاشور، انت لوحدك حط الكوره اوت، حط الكوره كورنر. انما انت الفكر في دماغك عايز تعمل ايه يخلي الكوره ترجع تاني تبقى هجمه عليك، يتعمل عليك دبل باس، يتحط امام عاشور يحط الجون التاني ويقتل المباراه بشكل كبير جدا. انت عندك مشاكل كتير جدا فنيا، وكابتن اسماعيل قال كلمه مهمه جدا بخصوص المدرب فيريرا لما تم التعاقد معاه، العكس تماما مع النادي الاهلي. ازاي؟ لما فيريرا تم التعاقد معاه كان في اريحيه، كان الفريق بتاع نادي الزمالك ما كانش طموح ان هو ياخد بطوله، الجماهير مهيئه ان احنا بنبني فرقه وما فيش مشكله، وكارتيرون كان مبوظ الدنيا والكلام ده كله، فخلي بالك ان المدير الفني جاي الدنيا هاديه، انا مش مضغوط ان انا اجيب بطوله، انا مش مضغوط، انا كل شغلي للسنه الجديده. صحيح. على عكس النادي الاهلي، النادي الاهلي بيمشي موسيماني وجاب الراجل، خلي بالك عندك بطوله الدوري لازم تاخدها، عندك بطوله الكاس لازم تاخدها، عندك الضغطه دي كاسين وكاسين والكاس القديم والكاس الجديد عندك مش عارف. فقصه عارف الضغطه دي برضو بالنسبه للمدير الفني، وهو اصلا
ما تضغطش ضغطة البطولات قبل كده، لأنه راجل بعيد عن أن هو ما تولاش أي فرقة بتنافس أو بتلعب نهائي، فالكلام ده كله محتاج بعض الوقت. صحيح. طيب، من الحاجات الملحوظة الفنية الواضحة جدا يا كابتن اسماعيل في مباراة الزمالك النهاردة ومباراة الماضية، الشغل اللي بيعمله بريرا على الثلاثة اللي قدام، جزيري وزيزو وبن شرقي. أنا من النوادر، يعني زيزو طبعا كلنا متفقين أنه هو لاعب كبير من بدري، بس زيزو يبقى موجود في منطقة الجزاء ويحصل دايما تبادل المراكز بينه وبين سيف الجزيري وأشرف بن شرقي، وتلاقي أشرف بن شرقي شوية في الصندوق، تلاقي سيف الجزيري على الشمال شوية، تلاقي سيف على اليمين وزيزو هو اللي في الصندوق، زي ما حصل في لقطة الهدف الأول حتى لو خطأ من الشناوي. دي من العلامات اللي عملها فريرا وتخليك تشوف شغل المدير الفني في الملعب. بص يا كريم، المدرسة البرتغالية، أنا اشتغلت مع الراجل دوت موسم 13-14 صحيح، وخدنا دوري كاس. الراجل ده بيهتم بالجزء الدفاعي جدا. النهارده المسلوسي بيلعب سيرد باك، خلي بالك، وسيد عبد الله باك رايت اللي هو طاير. سيد عبد الله وفتوح قفلوا الجدام بتاع النادي الاهلي. علي معلول الشوط الاولاني ما رفعش كورنر، يعني الشوط الثاني لما اتفك الحصار بعض الشيء، لما اتغير وطلع سيف الجزيري، ابتدت الامور تختلف. بس هو بيهتم جدا جدا بالوقفة الدفاعية، ليه طريقة تنظيم. حتى لما أول لما جه حاول يخطط الملعب عشان يعلم اللعيبة إحنا هنقف في المنطقة الدفاعية فين، 30 متر. هو النهاردة نادي الزمالك نزل شوية لأن النادي الأهلي بيلعب اللونج على طول، ودي برضو هو فلسفة بالنسبة له. لما يبقى عندك ثلاثة زي زيزو وزي بن شرقي وزي سيف، الثلاثه لعيبه كبار، الثلاثه عندهم خبرات، الثلاثه واحد على واحد بيعدوا، ودي نقطه مهمه جدا جدا في اي مجموعه بتلعب قدام. فهو يعني ايه، بياخد من كل لعيب داخل الملعب 99% من بيقدر يستغل. هو موهوب في كده، هو عنده خبرات كبيره جدا، وعارف ان نادي الزمالك يقدر الثلاثه اللي قدام ان هم يستغلوا. النهارده سيف عامل جيم كبير جدا، الجون الاولاني بسببه. صحيح. ده لعيب منتخب تونس، خلي بالك، يعني الثلاثه بتوع نادي الزمالك لعيبه دوليه، لعيبه دوليه، منتخب المغرب ومنتخب مصر. يعني زيزو من اهم لعيبه منتخب مصر، الجزيري اهم لعيبه منتخب تونس، يعني بن شرقي يمكن اقل دوليه منهم شويه، ولكن احسن لعيب كبير، احسن محترف في مصر يعتبر دلوقتي، وقادر يستغل. النهارده محمد عبد الغني لعيب هاف ديفندر جنب امام، ولما لقى الدنيا متلخبطه بعض الشيء، النادي الاهلي ابتدى يعتمد على اللونج بول، فراح مرجع محمد عبد الغني. يعني عنده حلول تكتيكيه داخل الملعب، ممكن تصيب بنسبه كبيره، وممكن يبقى لسه ما اتعودش على المكان البوزيشن، فبيستغل كل واحد بنسبه 99%، ودي عبقريته النهارده. وعنده جراء، وعنده النهارده في ناس تشوف ان التغييرات قللت من نادي الزمالك، لكن هو ليه فكر تاني ان هو عايز يقفل على سرعات معينه، عايز يجبر النادي الاهلي ان هو يلعب على اللونج، وحط محمد عبد الغني وحط الونش وحط حسام عبد المجيد في القلب، ونزل رؤى ونزل اوباما يلعب هاف ديفندر تاني، يعني ملا نص الملعب وابتدى يلعب على الكرات اللي يقدر يستغلها. وكان ممكن يحصل في بدايه الشوط الثاني كره سيف الهيدرز، كره اشرف بن شرقي. انا بقول لك احنا نادرا ما بنلاقي لعيب في الدوري المصري ان واحد على واحد يبقى ليه حلول، ولو لقيته لازم تمسك فيه بايديك واسنانك. زي زيزو، زي بن شرقي، اللعيبه اللي ممكن تبقى الدنيا متقفله يروح قافل لجوه، مزبوط. عامل حاجه غير متوقعه زي ما عمل اشرف بن شرقي في العارضه مثلا، الكره دي لو دخل الجون كانت الموضوع هيختلف. صحيح. والدنيا تبقى ثلاثه مثلا او تبقى اربعه، الموضوع هيختلف داخل الملعب. فهي دي عبقريه فريرا. الحاجات اللي كانت مهمه في الشوط الاول هي فكره التفوق الواضح لاشرف بن شرقي على الثنائي محمد هاني، او حتى من جنبه ياسر ابراهيم. تفوق واضح، بتتكلم في اثنين لعيبه هم دوليين واثنين لعيبه كبار، محمد هاني وياسر ابراهيم، بس اشرف بن شرقي كان فارق عنهم الشوط الاول. ليه؟ لا، هو اشرف بن شرقي فارق عن اي لعيب في مصر، ومش فارق عن الاثنين دول بس للامانه يعني. انما اشرف بن شرقي، يعني خلينا نتكلم او الاثنين من اللعيبه بتوع النادي الاهلي، ده استكمالا اللي انا بقوله لك، هم مش الاثنين بس اللي وحشين، هو الفرقه كلها للاسف ما كانتش كويسه. وخلي بالك ان دايما يعني كانوا كباتننا الكبار بيقولوا لنا دايما لما بننزل اي مباراه كبيره، خلي اول كوره تبقى سهله
عشان تاخد بيها ثقه. اشرف بن شرقي لعبه سهل ممتنع جدا، خلي بالك في الاول يعني ما مش من اول لعبه تلاقيه راح رايح واحد ضد واحد، لا هو بيستلم بشكل كويس، يباصي بشكل كويس، ياخد الثقه من هنا. محمد هاني بعيد الفتره اللي فاتت، كان عنده اصابه لسه راجع، وانا كنت ضد ان هو يبقى راجع من الاصابه وواضح وعامل اللزقه على رجله، فده كلها بتدي مؤشر. يعني انا لو مدرب هقول للراجل روح لواحد ضد واحد، روح له يعني، هو مش في حالته ومش في لياقته ومش وعنده ممكن ماتشين ثلاثه بقاله فتره مش موجود، فروح العب عليه ما عنديش مشكله فيها. فهو غير ان اشرف بن شرقي لعيب كبير ومحترف كبير جدا، وكنت من ضمن الناس اللي كنت بقول يا ريت ان هو لو فعلا بيمشي من نادي الزمالك يروح النادي الاهلي او النادي الاهلي يتعاقد معاه، انما الاثنين ياسر ابراهيم ومحمد هاني ما كانوش في حالتهم بشكل كبير. انا بس في نقطه عايز اعلق عليها، ودي نقطه مهمه جدا، وشايف ان هي سر تفوق نادي الزمالك مش المباراه دي بس. كابتن اسماعيل هو بيتكلم سرد في كلامه ان بقى في مبادئ بترصى، وبقى في الكلام ده. نادي الزمالك السنه دي مختلف في حاجتين انا من وجهه نظر، غير ان الراجل منظم جدا وواضح جدا ان هو اهم حاجه عنده انه الوقفه تبقى شكلها عامل ازاي، في حاجتين مهمين جدا ما كانوش موجودين في نادي الزمالك على فترات كبيره الفترات اللي فاتت، وهي اولا الثواب والعقاب. صح، مفيش حد كبير على الفرقه، الفرقه هي اكبر. صح، من اي حد. نادي الزمالك اكبر من اللعيبه اي حد، وده ما كانش موجود. كنت تلاقي قبل كده لعيب ممكن يعمل مشكله ويقعد في خناقه ويرجع تلاقيه بيلعب. صح، موجود في الملعب. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه روح. نادي الزمالك بقى عنده روح بقاله فتره غريبه جدا. من اصغر واحد في الفرقه لاكبر واحد في الفرقه تحس ان هو بيقاتل. صح، فالكلام ده كلام مش عايز اقول هو جديد على نادي الزمالك الفتره في العصر الحديث اللي احنا فيه، لا اللعيبه ما كانتش بالكيفيه دي او بالكواليتي ده. صح، السنه دي هم مختلفين في ده. وده يقلقك. يعني انا كنادي اهلي اقلق من ده. ليه؟ لان انا كنت طول عمري في الفترات في الاجيال كلها النادي الزمالك ممكن فنيا اعلى من النادي الاهلي، ولكن روح اللعيبه بتاعت النادي الاهلي كانت بتبقى مختلفه. فالنادي الزمالك قدر يطبق ما بين الفنيات الكويسه وما بين الروح العاليه. هو في نقطه بقى بضيفها برضو، ان اللي ادى الموضوع بتاع ثواب العقاب ده طبعا مجلس الاداره طبعا ومستشار مرتضى والناس اللي موجوده. والحقيقه ان فتره بتاعت كارتيرون اللعيبه في اخر 7 ماتشات اللعيبه عارف ليه وصلوا للمرحله دي؟ ان حسوا ان هم بياخدوا بطولات. فمصلحتنا كلنا ان احنا نتلم، مصلحتنا ساعد بقى الحاجات الخارجيه الاكسترا اللي حصلت، ان مثلا في مكافئات بتبقى من مجلس الاداره خاصه للعيبه في 7 ماتشات، في 9 ماتشات اللي جايين بيبقى فيه، يعني الموضوع عباره عن ايه؟ كابلز بين اثنين، مدير فني صح ومجلس الاداره، والاثنين متفقين تماما ان هم يمشوا بسياسه واحده. صحيح، فده بيطبق السياسه ده. واحنا عندنا مدير فني ما بيهزرش الحقيقه. يعني عنده يلعب مثلا بلعيب عنده 13 سنه قلبه قاعد. يعني انا بتكلم عليه ده، يعني ما بيفكرش ولا سوشيال ميديا ولا اصل هيكتبه ولا لا، هو في مبادئ خاصه واخد كارت بلانش من مجلس الاداره ومن رئيس النادي ان هنعمل كده. صح، هنعمل كده، ففي عدل. فاللعيبه اقتنعت. فاللعيبه ماشيه طيب بالعدل بتاعها. ده تعليقا على كلام الكابتن وائل، بس سؤالي لحضرتك يخص اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي بالنسبه لي بقى نموذج حلو في ايه بقى؟ اللاعب المحترف ملتزم. اللاعب الملتزم لاخر ثانيه طبعا، افضل لاعبي فريقه لاخر ثانيه، لا تحدث عن مشاكل ماديه، لا تحدث انه عايز يمشي مثلا في اخر شهر 6 زي ما اللعيبه بتمشي، ما قالش انا ماليش دعوه ويرفعوا قضايا ويعملوا مشاكل، ما عملش اي ازمه من اي نوع ولو خلاص. حتى بمنطق التسريبات الصحفيه فيش، هو بيلعب وافضل لاعب في فريقه كمان. اشرف لعيب اولا مؤدب جدا ولعيب كبير، يعني هو شعبيته كمان في المغرب، هو ونجم من اللعيبه الكبار جدا، والحقيقه هو من ساعه ما جه بيدي اقصى حاجه عنده. صح، اللي حصل الفترة اللي فاتت انه قعد فعلا مع امير وقعد مع مستشار مرتضى، وهو لو قعد في مصر هيقعد في نادي الزمالك. يعني هو نفسه يحترف بره، نفسه جاي له حاجه بره وعقد بره، ممكن يبقى في قطر، ممكن يبقى في تركيا. يعني هو عايز يغير اجواء. الكلام اللي اتقال عن موضوع النادي الاهلي ده ما كانش موجود اصلا. لا، ما احنا ما دخلناش في تفاصيل معاه يعني. لا، لان هو كلمته واحده، هو اتكلم مع امير فعلا وقعدوا اجتماع كبير جدا، والموضوع ما تطرقش لفلوس، لان نادي الزمالك بيقدر اللعيبه الكبيره
واحنا لو حسبناها لو احنا هنجيب واحد زي اشرف بن شرقي وهندفع فيه فلوس، هندفع فيه فلوس اكتر من اللي هو هيجدد بيها. صحيح. وما فيش مشكله لنادي الزمالك في موضوع الفلوس بالنسبه لاشرف، وهو ما اتكلمش فيه. يعني اللي هو عايز رقم معين نادي الزمالك قادر ان هو يوفره. لكن هو اشرف قال ان انا لو ما جاتليش حاجه مناسبه في الفتره دي انا موجود في نادي الزمالك وهجدد زي ونتفق على الماديات يعني لو هو طلب معين، هو ما طلبش طلب معين ماديا، ونادي الزمالك هيقدره ماديا كويس جدا، اللي هو فعلا يستحق كفايه ان هو لغايه اخر دقيقه. على فكره هو المفروض عقده ينتهي 31/6، انما هو مكمل بكل جهده، وما غابش ولا تمرينه، ما غابش ولا ماتش، بيدي اقصى حاجه عنده داخل الملعب، ودي ليها تقدير مجلس الاداره وبالنسبه للجمهور. لكن انا بقول ان اشرف بن شرقي لو هو مستمر ان الزمالك بيبذل كل جهده ان هو يكون موجود، والجمهور بيبذل كل جهده يكون موجود حتى هذه اللحظه طبعا يكون موجود. لو ما جاتلوش حاجه هيبقى تاكد ان هو هيمضي في نادي الزمالك. انت تتوقع ان هو هيكمل الموسم مع نادي الزمالك؟ انا اتوقع ان هو هيجدد ان شاء الله. اتوقع ان هو هيجدد ان شاء الله. دي هتبقى مفاجاه لجماهير نادي الزمالك عظيمه. اعتقد هتبقى اكتر هدايا لجماهير نادي الزمالك ان اشرف بن شرقي. جمهور نادي الزمالك جمهور ذواق وبيفهم وحاسس ان اشرف بيبذل كل جهده وما عملش اي مشكله من بدايه عقده لغايه النهارده. فطبعا ليه تقدير خاص بالنسبه للجمهور وبالنسبه للاداره طبعا عارفه كده كويس، انما انت مش هتجبر حد ان تقعد في مكان وانت لو هو يا ربنا كرمه في حته اوكي، لكن الحب اللي لقاه في نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك والتقدير اعتقد ان هو هيبقى ليه ثمن عند اشرف. طيب الزمالك كان عنده او مجبر على انه ما يجيبش لعيبه فترتين قيد، مجبر على ده. بس النهارده وانت بتتفرج على الاهلي، مش النهارده بس زي ما انت قلت، ومباريات سابقه تحس ان مفيش عمق في تشكيل النادي الاهلي، مفيش تعويضات او تعويض للاعبين غائبين بشكل رائع او بشكل مميز. يعني لو غاب حسين الشحات وطاهر محمد طاهر اللي كان بعض الاوقات الجماهير تنتقدهم، ما تلاقيش بديل كفء واضح على الاجنحه. النهارده بتلعب بعبد القادر وبتلعب محمد مجدي قفشه، وفي تفاصيل ما عندكش حتى حد على الدكه ممكن تنزله يبقى بنفس الكفاءه. الاهلي الفترات اللي فاتت دي صفقاته واللاعبين اللي ضمهم ما كانوش على المستوى. يعني في وقت كتير، وخلي بالك ان لعيبه الاهلي وانا حزين ان بقول الكلام ده، انما شبه كل اللعيبه اللي موجوده، يعني ما يعني اللعيبه اللي في الانديه، يعني ما فيش، ما بقاش عندها، في لعيبه جيده انما ما فيش اللعيب السوبر، اللعيب السوبر اللي في مصر ما بقاش متواجد. حتى انت دلوقتي لما تقعد تفكر في مين مثلا من الانديه الثانيه تقدر انت يبقوا صفقه مهمه بالنسبه لك، هتلاقي 2-3 بالعافيه. قبل كده كنت لا، هتلاقي لعيبه من نادي الاسماعيلي، هتلاقي لعيبه من نادي حرس الحدود، هتلاقي لعيبه من امبي، هتلاقي في كذا لاعب بتعمل لك بتاع 11 صفقه ممكن تبقى بتتكلم عليه. دلوقتي كله شبه بعضه، وكل اللعيبه بقت كواليتي واحد. اللي بيفرق بس موضوع القلب، واحد عنده قلب وعنده دافع ان هو يعمل بطوله او ياخد بطوله او يحقق حاجه لنفسه. انما انت عندك، خلي بالك دي مش قصه لعيبه، يعني لعيبه كوره بس، هو الجيل كله حد على المستوى، هتلاقي المسؤوليه قلت، الموضوع ما بقاش انا ماليش دعوه. حتى لما حد بيغلط تحس ان ما فيش حد بيشجعه، لا ده كله بيشاور عليه بيقول ده اللي انت اللي غلطت، انت اللي تشيل الليله. فالموضوع اصبح يعني دمه تقيل، وحتى انت لما بتقول لما حسين الشحات كان موجود وطاهر محمد طاهر موجود وكل اللعيبه لما كان الاهلي فول تيم، برضه ما كانش بيأدي بالشكل، وده سبب تغيير موسيماني. ما هو موسيماني مشي ليه؟ موسيماني مشي عشان الفرقه ما بتلعبش كوره بشكل كويس. طيب ما هو انا متوسم بقى في الراجل الجديد دوت لما يبدا من بدايه موسم، لان هي جديده على الاهلي. حتى كنت توقيت ظلمه التوقيت ظلمه جدا التوقيت ظلمه. انا كنت عارف ان الاهلي هيجيب مدرب، ولكن بعد ما سامي قمصان مسك ماتشين ثلاثه والدنيا ماشيه بشكل كويس وخلاص وفاهم الدنيا، كان ممكن يستمر. على فكره انا كنت بقول ان الاهلي هيجيب مدرب، انما انا كان باللي انا شايفه لا، كان ممكن يستمر والمدرب ده يجي يشتغل من بدايه موسم. وخلي بالك احنا ما بقناش عندنا، عشان دلوقتي الناس بتقعد تقول ايه، ما هو مجلس اداره يطلع يقول للناس انا مش عايز دوري السنه دي، انما بدخل لعيبه صغيره، بشوف لعيبه ناشئين والكلام ده كله. مفيش حد مع عصر السوشيال ميديا، مفيش حد يقدر يواجه الجمهور بالاهداف بتاعته الا لو قوي قوي. مظبوط، عندك حق.
طيب معانا عبر الهاتف دلوقتي نهنيه ونبارك له على الفوز المستحق النادي الزمالك اليوم على النادي الاهلي والفوز بكاس مصر موسم 2020-2021 الاستاذ امير مرتضى منصور المشرف العام على الكره بنادي الزمالك. مليون مبروك استاذ امير، فوز مستحق النادي الزمالك اليوم. كريم الله يبارك فيك، وتحياتي طبعا لتجانا يا حبيبي امير مبروك حبيبي وشيكي حبيبي امير الف مبروك يا امير. قبل ما تدخل على طول الكابتن وائل والكابتن اسماعيل طبعا الاثنين اتفقوا على حاجه مهمه جدا، انه نادي الزمالك تحسن في الفترات الاخيره عشان بقى فيه التزام وبقى فيه ثواب وعقاب وما بقاش فيه كبير وما بقاش فيه صغير، الكل بيلعب لصالح الفريق، وده اللي عايز ابدا بيه معاك عشان ده الملاحظ في نادي الزمالك في الفتره الاخيره وده اللي يستحق التهنئه فعلا. طب سيبني اتكلم شويه مع كابتن اسماعيل عشان هو وحشني ما بشوفوش بقالي كتير. اتفضل يا حبيبي يا اميرو. مبروك يا حبيبي. حبيبي طبعا انا ببارك يعني للجمهور الزمالك، انا يعني الناس صبرت وتعبت الفتره اللي فاتت واستحملت حاجات كتيره واستحملت مشاكل ووقف قيد ولجان معينه ولعيبه بتفسخ ولعيبه بتمشي وقضايا ومشاكل، فهم كانوا يستاهلوا الفرحه دي. وبقول هارد لك للنادي الاهلي، النادي الاهلي نادي كبير ونادي محترم، ويعني اكيد البطوله لما تبقى من النادي الاهلي بيبقى ليها طعم خاص، فبحب اقول لهم هارد لك على الـ على الـ على الخساره النهارده. زي ما انت قلت يا كريم في الاخر، كابتن اسماعيل كان يعني شايف او عايش معانا الاحداث كلها طبعا وتحمل حقنا امير. انا بس عايز اقول حاجه شاد حق يعني امير اتحمل فوق طاقته الفتره اللي فاتت حقيقي، يعني انا كنت مشفق عليه لان هو بيشتغل حقيقي بال 12 14 ساعه. اخر مره يمكن من اسبوع قعدت معاه 6 ساعات قلت له لا خلي بالك يا امير انا كبرت يعني 6 ساعات اجتماع طبعا كتير في ادق التفاصيل بيتكلم طبعا. شايل حمل كبير جدا في التعاقدات طبعا وربنا يوفقه، وشايل حمل كبير جدا في طريقه التعامل مع اللعيبه والقضايا. والحقيقه انا بشكرك يا امير، ويعني الحقيقه وانا كنت فخور ان انا شغال معاك يعني، لان انت عملت شغل جامد جدا الفتره اللي فاتت وبتشتغل في هدوء وفي صمت. يا كابتن انا 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 اللي كنت شغال معاك، انا اللي كنت شغال معاك، انا انا اتشرفت ان انا في يوم من الايام كابتن اسماعيل يوسف كنت انا وهو بنقعد على مكتب واحد، الراجل ده وانا صغير كنت ما احلمش اخد التيشيرت بتاعته، فان هو يبقى بيدعمني، والراجل ده من اول الناس اللي دعمتني من 2018. كابتن اسماعيل يوسف لولا موافقته ومباركته ان انا ابقى موجود انا ما كنتش هبقى موجود، لان ده كان مكانه هو، وهو يعني ساعدني وسابني اشتغل وكان تستحق والله يا امير تستحق والله كان بيحميني لا فعلا ده شهاده قدام الناس يعني، ان كان على مدار فترات كده كل شويه اقعد اسمع اخبار بتنزل ان مش عارف ان انا وكابتن اسماعيل ومش عارف مين بيحاربني وانا بحاربه ومش عارف ايه. الراجل ده ساعدني بشكل مش كبير يعني، شكل يعني كبير جدا، من اول ان هو اصلا يعني يسمح ان انا ابقى موجود، لان في الاخر انا ما جيش حاجه في الكوره جنب كابتن اسماعيل، وهو كان عنده قناعه بيا، وهو اللي راح قال للمستشار على المكان ده، قال له امير هيبقى كويس في المكان ده، هو اول واحد قال الكلام ده كله، فانا طبعا بشكره حبيبي وان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن. لكن الحته اللي انت بتسالني فيها كريم وبقول لحضرتك يمكن كابتن اسماعيل حضرها معانا، انا يعني استلمت النادي فعليا، انا دخلت استلمت فرقه الكوره في 24/11 ومشيت في 29/11 السنه اللي قبليها. انا جيت لقيت حاجات انا عمري شفتها في الكوره، جيت لقيت فرقه يعني ملعب تمرين، ويمكن شيتوس يعني هيستغرب من اللي بقوله، في 39 لعيب بيتمرن في الملعب، يعني في ملعب 39 لعيب جوه الملعب بيتمرن، وفي مدير فني ومعاه واحد مساعد بس، ولا في مدرب عام، ولا في مدرب مساعد، ولا في مدرب احمال، ولا في مشرف على الكوره، ولا في مدير الكوره، ولا في اي حد، ومفيش فريق كبير في العالم. احنا بنتكلم في نادي الزمالك، مفيش فريق كبير في العالم ده في اجهزه فنيه في اوروبا في فرق كبيره ممكن تلاقي فيها 25 و30 واحد. انا كنت في اتلتيكو مدريد مع سيميوني، عملت معايشه هناك 21 واحد، 21 الاستاف بتاعه 21 فرد. ما ينفعش يبقى نادي الزمالك يبقى فيه اثنين بس في الجهاز الفني، مستحيل. اتفضل.
فدي كلها كانت ظروف في الاول بنتكلم فيها ان احنا جينا لقيناها كان في ظروف ثانيه وقف قيد الفرقه كانت محتاجه تدعيمات طبعا ما حصلش تدعيمات حصل وقف قيد لفترتين ده ضر النادي بشكل كبير. الحاجه الثالثه في لعيبه 12 لعيب عقودهم بيخلصوا كلهم عقودهم بتخلص طبعا في لعيبه انت محتاجها تجدد وفي لعيبه ممكن تبقى ما بتشاركش اصلا فمش منطقي ان انت تبقى بتكلمه في تجديد لان هو ما بيشاركش فهو مش يعني مش هيبقى عارف انت عايزه يجدد ليه. بس خليني امير بعد اذنك خليني اقف بس عند نقطه مهمه جدا في موضوع التعاقدات دي او اللعيبه اللي بتخلص عقودها لان دي برضو من ضمن الرسائل او من ضمن الحاجات يا كريم اللي ادتني مؤشر عن اختلاف نادي الزمالك الفتره اللي فاتت للامانه يعني. لما امير كان بيطلع يعمل حوارات تلفزيونيه وتصريحات وكده كان كلامه ان نادي الزمالك اكبر من اللعيبه واللي عايز يجدد اهلا وسهلا مش عايز مع السلامه صح. الكلام ده على فكره بيتقال كتير جدا ممكن يتقال في اوقات كتير جدا بس المره دي تحس ان في تنفيذ صح. فلما اللعيبه حست ان في تنفيذ ابتدى يبقى في قلق ابتدى يبقى فيه لا ده الناس مش جايه تهرج عارف انت الجمله اللي هي بتاعت ايه يا سيدي ما هو بيهددني بس مش هينفذ بالظبط فلقى نفسه ده من ضمن الحاجات الجديده للامانه صح. اللي انا برضو استشعرتها او حسيتها صح. بجانب الروح اللي اتكلمنا فيها وبجانب التنظيم وبجانب كل حاجه والثواب والعقاب موضوع التصريحات اللي من المسؤول اللي هو امير مرتضى المشرف العام على الكوره لما يطلع يقول كده في تصريحات تلفزيونيه ما بيقولهاش في الاوضه المغلقه ده بيقولها قدام الناس كلها وقدام الجماهير ودخل الجماهير بقى طرف خلي بالك لانه دخل قال للجماهير خلي بالكوا احنا بنتكلم مع فلان وفلان وفلان فلان عايز يجدد اهلا وسهلا مش عايز عمره ما يبقى اكبر من نادي الزمالك. مستشار مرتضى ده من البدايه من بدايه الموسم يعني اول لما جم المجلس الجديد قال الكلام ده وتقول بقى تنفيذه الامير يعني فانا بهنيك امير اكيد على الكلام ده بشكرك يا كابتن وائل بس يعني تكمله للي انت بتقوله يا كابتن اللعيبه برضو يعني انا برضو عشان يعني ابقى بديهم حقهم سواء اللعيبه اللي قاعده او اللعيبه اللي ماشيه اللعيبه مرت بظروف خلي بالك يا كابتن وائل وانت يعني هتفهم كلام بقوله ده كويس قوي انت عارف يعني ان يبقى لعيب في شخص مثلا في الاداره متعاقد معاك فتيجي تاني يوم تلاقي شخص تاني غيره خالص في الإدارة طبعا يعني انت الراجل اللي اتفق معاك ما لقيتوش موجود مظبوط طبعا وفجأة الأخبار كلها بقت مستباحة وبقيت بتسمع ان بن شرقي عنده شرط جزائي وعايز يمشي وبقيت بتسمع ان مش عارف مين عايز يقعد بقت اللعيبة فقدت الثقة في المسؤول نفسه اللعيبة حست ان كل حاجة على المشاع انا كان دوري ان انا لما ارجع رقم واحد احتوي اللعيبة وطبطب عليهم رقم اثنين ان انا افرز بقى فعلا مين عايز يقعد ومين عايز يمشي لان صحيح. في الاخر تمام انا حميتك وقفت جنبك لكن فهمني بقى عشان انا هبقى شايف ان من العيب ومن من الحرج ان نادي الزمالك يبقى قاعد مستني لعيب سنه ولا ساعتين قاعدين بنسمع هو عايز يجدد ولا مش عايز يجدد مظبوط هي صفحه وتتقفل يعني نخلص صحيح. مش هتقف على حد مع احترامنا للناس كلها مش هتقف على حد مظبوط ومش بفتح الصدر برضو يا كابتن وائل يعني هي مش هتتعمل هي فعلا انت هتوفر له كل حاجه هتحط له عرض كويس واللعيب هيرفضه خلاص انت كنادي عملت اللي عليك مش مطلوب منك تعمل حاجه تاني مظبوط لا لكن كان اتفضل كان في بعض الاوقات في ناس بتستغل ده يعني برضو كانت معلش مع احترامي يعني لكل الناس لكن السوشيال ميديا برضو شاركت في ده بشكل سلبي جدا بقت بتضغط على ادارات الادارات بتستجيب لده احنا الحمد لله يمكن كابتن اسماعيل كان معانا في المجلس احنا ما هو في الاخر لو انت في مسؤول هيجي عشان يخش على السوشيال ميديا يشوف ايه اللي بيتقال وينفذه يبقى ما يبقاش مسؤول يمشي صح طبعا هو لان انا اللي جوه المطبخ فانا اللي شايف انا اللي عارف اللي بيحصل انا اللي عارف مصلحه النادي فيها ايه انا اللي شايف كل حاجه لان انا المسؤول في الاخر فده كان نقطه نظام كده كانت لازم تتحط ان اللعيب هيبقى لعيب المسؤول هيبقى مسؤول المدير الفني هيبقى مدير فني مدير الكوره هيبقى مدير كوره عضو مجلس اداره هيبقى عضو مجلس اداره كل واحد يبقى في مكانه ينتج 100% وبعديها هنشوف بقى التوفيق بتاع ربنا هيودينا فين صحيح طيب
انا دي اول مداخله بيننا يمكن من اول ما جه جوزالدو فيريرا مديرا فنيا لنادي الزمالك، ولابد دلوقتي ان انا هنيك على اختيار جوزالدو فيريرا انت واداره النادي. عوده فيريرا في الظروف الصعبه اللي كان فيها نادي الزمالك دي اعتقد ان هي ساعدتكم كمان كاداره انه يلم الفرقه، انه يبقى عنده قرارات صارمه، انه يبدا يدفع بالشباب، ومش اي مدرب يقدر ياخد القرار اللي زي ده. فلما يجي يدفع باللاعبين الشباب انت نفسك كراجل مفاوض تتفاوض مع اللاعبين، تقدر تتفاوض معاهم بسهوله جدا على تجديد تعاقدهم، وانت عندك لعيبه مميزه من اولاد النادي بيشتغلوا بيعملوا امور فنيه كويسه. فتحيه طبعا لاختيار فيريرا، ورايك في اللي عمله فيريرا في الفتره اللي فاتت. لا فيريرا يمكن كابتن اسماعيل معاه دكتوراه في فيريرا، لان كابتن اسماعيل في 2014 كان معايا في الجهاز، وكان عارف الراجل وعارف شخصيته. وانا يمكن في 2014 كنت مشجع زملكاوي قريب بس من كابتن اسماعيل، وقريب من الاداره، وقريب من الراجل. كنت انا يمكن من اوائل الناس اللي قابلت الراجل في البرتغال، وحضرت ده واتشرفت بده. فعارف ان الراجل عنده شخصيه والراجل عنده قرار، وانا استقتلت ان انا اجيب الراجل ده في الوقت ده، لان انا كنت شايف ان الظروف اللي احنا فيها دي محتاجه معادله بتتكون من إدارة قوية، إدارة قوية تعرف تجيب حقوق النادي، إدارة فنية قوية، راجل لازم يبقى مقنع للعيبة، وفي نفس الوقت راجل يبقى عنده شخصية ماشي على نفس الخط مع شخصية الإدارة. يعني الإدارة لما تقول اللعيب ده مش هيجدد فهيتوقف، فالراجل بالنسبة له مصلحة النادي أهم من الماتش اللي هيحتاج فيه اللعيب ده، فبالتالي هو بيستبعد اللعيب قبل ما احنا نستبعد اللعيب. والراجل ده كلمه بروفيسور، ده مش دلع بيتقال له، ده مش كلمه بندلعه بيها. الراجل ده بيدرس علم الكوره وعلم الاداره، وبيدي رخص لمدربين كبار في اوروبا. فانا كنت شايف ان راجل المرحله هو هيبقى فريرة. راجل زي ما بيقولوا يعني بالبلدي هو مقطع بطاقته، فبقى عندنا اثنين مقطعين بطاقتهم، المستشار كورتادا مقطع بطاقته في حته، وفيريرا مقطع بطاقته في حته. ففي الاخر النادي محتاج في الوقت ده، محتاج النظام والشده والحزم ده، مع وجود امير، مع وجود شيكابالا كابتن فرقه، مع وجود عبد الشافي، مع وجود برضه لعيبه في الفرقه انا بشكرها، في لعيبه كبيره انا اسندت لهم ادوار ممكن تبقى ادوار مش فنيه، اسندت لهم ادوار اداريه، وقدروا ان هم يلموا معايا الدنيا ويساعدوني في الـ في الـ في المعادله دي. صح. فانا شايف ان لما بيبقى في اداره قويه، في جهاز فني قوي، مش بس قوي فنيا، قوي كمان كشخصيه، هو فاهم يعني ايه تيشيرت الزمالك، وفاهم يعني ايه جمهور نادي الزمالك، فهياخد القرارات اللي تليق بالمكان اللي هو فيه. فانا شايف ان دي المعادله. صحيح. مع لعيبه رجاله عندهم شخصيه، سواء اللعيبه اللي موجودين في الفرقه. على فكره يمكن كنت انا وكابتن اسماعيل بنتكلم في الموضوع ده من كام يوم، حسام عبد المجيد اللي بيلعب دلوقتي فاينل الكاس وبيلعب 90 دقيقه، وفي لعيبه كبار يمكن تبقى اعداله هو احتياطي، ده نفس اللعيب اللي في كاس الرابطه كان بيتشتم في الاستوديوهات التحليليه وفي السوشيال ميديا، وبيقولوا ناشئين الزمالك مش بخير. هي الفرق في ايه؟ الفرق في ادارته، مين جه ادار اللعيب ده؟ صح. ادار امكانياته، ادار شخصيته، اداله امل، اداله دافع، حط له تارجت، خلى اللعيب شايف حاجه معينه عايز يوصل لها. كل ده كلنا شركاء فيه، من اول رئيس النادي لحد اصغر عامل في اوضه اللبس. انا شايف ان كان اللي بينقص الزمالك في الفترات اللي فاتت ان حد يبقى بيفكر للنادي على اللونج ران، ما حدش بيفكر في الماتش الجاي وخلاص. طيب. احنا بناخد قرارات، القرارات دي هتفيدنا قدام، ممكن تبقى بتضرنا دلوقتي. صح. بنستبعد لعيب، فيمكن الجمهور هيبقى بيسال على اللعيب ده فين، لكن بنكسب الفرقه. احنا بنكسب الفرقه. صح. بنخسر لعيب بس بنكسب الفرقه. طيب. عشان اللونج ران اللي انت لسه قايلها دلوقتي، اشرف بن شرقي موقفه النهائي؟ أشرف بن شرقي حصل اتفاق من شهرين، لعيب محترم بنفسه، هو ومحمد أنازم جم قابلوني في النادي، قالوا لي عايزين نتكلم معاك، قالوا لي احنا ما عندناش رغبة ان احنا نبقى موجودين الفترة الجاية، ومش حابين. أنا بوريك بس يا كابتن إسماعيل برضو يعني حتة معينة ليها علاقة بتقدير وباحترام اللعيب للنادي. قال لي ومش حابين فكرة ان احنا يبقى بيتقال ان الزمالك عارض علينا حاجة واحنا بنرفض، لان احنا يعني شايفين الزمالك ده حاجه كبيره قوي اكبر من ان احنا نرفض ان احنا نقعد، فشيل من علينا الحرج ان احنا نقفل ملف المفاوضات، لان احنا رغبتنا ان احنا نبقى مش موجودين في الدوري المصري.
علشان انا مش هبقى حابب ان انا بقول ان انا رفضت عرض الزمالك وشلت من عليه فعلا الحرج ده كمرحله. صحيح. والمرحله الثانيه ان اللعيب يعني برضو مظلوم وحاسس ان هو مظلوم في الدوري المصري. يعني كريم في الاخر كابتن وائل هيوافقني في الكلام ده، كابتن وائل كان شغال مدرب في منتخبات وعارف وعمل معايشات بره، وكابتن اسماعيل طبعا كابتننا كلنا. مفيش دوري في العالم بيبدا مش عارفين بيخلص امتى. احنا عرفنا ان الدوري ده هيخلص 30/8، عرفنا الكلام ده في شهر 5. فكان خلاص يعني استحاله ان انت تستقطب لعيب اجنبي محترم او تجيب جهاز فني اجنبي محترم بتقول له بص انا معايا نص الجدول هديهولك والنص الثاني كمان 4-5 شهور هديهولك. واحتمال الدوري يخلص في 6 واحتمال يخلص في 7 واحتمال يخلص في 8، ده ما بيحصلش. وانا شايف ان ده يعني ممكن تبقى اكتر حاجه ضاره المنظومه الكرويه في مصر. صح. ان مفيش وضوح ولا رؤيه في المسابقه، احنا مش عارفين بنبدا امتى بنخلص امتى. يعني حاجه ثانيه ليها فترات اعداد، ليها علاقه بمستقبل اللعيب. صح. ان اللعيب عايز يروح مكان ثاني. صحيح. من حقه ان هو يروح مكان ثاني، ومن حقه ان هو يستكفي المده اللي هو لعبها في النادي. فاحنا في الاخر يعني اتفقنا مع اللعيب ان انت مش هتمشي 30/6 وبرده مش هتمشي 30/8. فهو بالتالي اتفقنا على ان احسن ميعاد يبقى فيه ان هو يبقى في شهر 7 بعد مباراه الكاس. سواء بعد المباراه مباشره او بعديها ب4-5 ايام، لكن هو اعتبر ان هو خلاص يعني انهى علاقته بالنادي. وهو كان حريص ان هو يمشي يعني ببطوله، وان الناس تبقى فاكره له ان اخر حاجه عملها ان هو مموت نفسه لحد اخر لحظه ببطوله، ولا خاف على رجله. صح. ولا اصابه. طيب احنا كنا لسه صح بالظبط الباب الكبير، كنا لسه بنتكلم في الكلام ده مع الكابتن اسماعيل والكابتن وائل. خروجه من الباب الكبير ده يستحق تكريم وخروج محترم من نادي الزمالك لاشرف بن شرقي اللي التزم لاخر لحظه. كل هو خلي بالك كريم، هو خروجه يعني لو اخر مباراه لي هي مباراه الكاس ويشيل كاس ده احسن تكريم طبعا. ده احسن تكريم. لكن طبعا احنا لو يعني هنودعه في النادي في اخر يوم ليه هيكون موجود ليه في النادي معانا. هايل. هنودعه وهنعمل له حاجه تليق بيه. هايل. ونفس الكلام على اونيجو. طيب اخيرا بالنسبه لطارق حامد ومحمد ابو جبل موقفهم ايه؟ طارق تحديدا يعني وضعه خاص بالنسبه لي شويه. طارق من اللعيبه اللي انا بحبها وبحترمها، ويمكن كنت زعلان عليه اكتر ما انا زعلان منه. طارق اتحط في موقف اتصرف فيه غلط، ويمكن يبقى ده الموقف الوحيد اللي طارق اتصرف فيه غلط طوال مسيرته مع الزمالك. لكن في الاخر هو خد قرار غلط في وقت حساس جدا، غضبه جمهور الزمالك عليه كانت صعبه. احنا جالنا في وقت ما كنتش اتمنى ان طارق حامد يبقى هو اللعيب اللي انا يعني بقول للعيبه ان في نظام في الفرقه، فان اول واحد اقرض عليه النظام بيبقى طارق حامد. لان طارق لعيب كبير ولعيب محترم وعنده رصيد، لكن في الاخر هو اخطا في حق نفسه واخطا في حق النادي. اتعمل له تحقيق، هو حضر التحقيق عشان هو غاب حوالي 50 يوم. طارق في الاخر اتعرض لعقوبه ماليه ممكن تكون هي العقوبه الاكبر في تاريخ الكوره. طارق اتعرض لعقوبه 50% من عقده، وقفلنا صفحه خلاص الغياب والمشكله اللي هو عملها. النادي خلاص خد حقه، ورسخنا مبدا ان اي حد بيغلط بيتعاقب مهما كان مين. ده بالنسبه للموقف بتاع طارق. لكن بالنسبه لتاريخ طارق ورصيد طارق، بالنسبه لي انا مش قادر ازعل منه اكتر من كده، لان في الاخر بتمنى له التوفيق. وطارق مش هيكون موجود برضو الفتره الجايه خلاص. طارق يعني احنا خدنا قرار يمكن قبل ماتش الاهلي بفتره كبيره ان خلاص اللي خرج مننا مش هنرجعه تاني، احنا هنركز مع الناس اللي موجوده. لكن توقيت اعلان الكلام ده كان لازم يبقى في وقت مناسب عشان ما يبقاش في تحريض عليه للجمهور او حاجه. احنا شفنا ان في مناسبه زي دي ان احنا نقول للناس ان هو خلاص الراجل اتعاقب، الراجل اتحقق معاه، خصم منه مبلغ كبير جدا. صح. بالتالي احنا مش هنعتمد عليه الفتره اللي جايه، وبناء على طلبه طارق هيبقى مش موجود لان هو ربنا يوفقه هيروح نادي ثاني. فكنا نقدر ان احنا نحتفظ بيه ل 30/8 ونضيع عليه الفرصه اللي جايه له، لكن احنا شفنا ان احنا خدنا حقنا منه
والنادي يعني خد حقه وخد يعني العقوبه الكافيه صحيح، وبناء على طلبه واحتراما لتاريخه صحيح وافقنا له على طلبه ان طارق برده مش هيكون موجود معنا الفتره الجايه. محمد ابو جبل نفس الكلام، نفس الكلام، بس يمكن طارق اكتر حبيت ادي المقدمه دي عشان هو تاريخه الكبير مع نادي الزمالك. طارق تاريخه كبير جدا معانا، وطارق يعني زي اللي دخل امتحان جاوب 9 اسئله بامتياز وما جاوبش سؤال. صح، بالنسبه لي طارق تاريخه 9 من 10. كنت اتمنى ان طارق يبقى موجود معانا النهارده بيشيل الكاس، هو فعلا كان موجود في المدرجات، كنت اتمنى ان هو يكون موجود معانا في الملعب، بتمنى له التوفيق الفتره اللي جايه. صحيح، وان شاء الله يعني نقدر ان احنا السنه الجايه ندعم الفرقه بالشكل اللي يخلينا نقدر ننافس على كل البطولات. انا بشكرك شكرا جزيلا امين مرتضى منصور المشرف العام على الكره بنادي الزمالك. مليون مبروك زي ما قلت لك، فوز مستحق اكيد لنادي الزمالك اليوم على النادي الاهلي والفوز بكاس مصر موسم 2020 2021. كلام محترم. طبعا كلام هادي. لا هادي، هو الحقيقه يعني من 2018 يعني هو كان موجود معانا خارج المستطيل لكن هو منظم جدا، وانا اقتنعت بامكانياته الحقيقه يعني عنده شخصيه والتفاصيل الصغيره هو بيدقق فيها، والحقيقه بذل جهد جبار جبار. انا يعني اقرب واحد بالنسبه للمجموعه امير بالنسبه لي، عارف هو بيشتغل ازاي وفي تفاصيل هو بينا وبين بعض ما تتقالش، يعني في حاجات كتير هو شالها على دماغه الفترة اللي فاتت. صحيح، طبعا يستحق ان احنا نبارك له. طارق حامد خروجه من نادي الزمالك شوية في شبه من خروج حسام عاشور، فاكر؟ نفس يعني ايه، اتنين تاريخهم كبير قوي، حسام عاشور تاريخ كبير قوي مع الاهلي، طارق حامد تاريخ كبير قوي مع الزمالك، واللقطة الأخيرة لخبطت الدنيا. خلي بالك ان مش كل اللعيبة فكر واحد، او مش كل اللعيبة بتعرف تفكر بشكل لما بتتحط في مواقف ليها علاقة بتعاقدات او عروض. الكلام ده كله بيبقى كلام، او حتى ضغط جماهير، الكلام ده كله واحد بيختلف عن التاني. صح، مهما كان تاريخك كلاعب مختلف عن طريقة تفكيرك. صح، انت ممكن تعمل اللي بيطلب منك، تأدي بشكل كويس، تاخد بطولات، تبقى تاخد الصفة الدولية وتروح تبقى لعيب دولي في منتخب بلدك، ولكن لما تتحط تحت موقف محتاج ان انت تستشير ومحتاج يبقى بشكل فردي. صح، دي مش ده عند كل اللعيبه بالظبط، وده مش يعني مش لازم يكون عيب، ما كلنا عندنا نواقص. لا مش عيب، ممكن يبقى عندك نقص في دي، فانت ممكن تكمله بالناس حواليك. على فكره من غير نقص يعني لا خابه من استشار اصلا. بالظبط، يعني كمان ما لهاش علاقه بالنقص ده، ليه علاقه بان انت بالعكس كل ما دايره الاستشاره بتوسع. صح، مع ناس اهل للكفاءه، لا مش للثقه، للكفاءه، ان هم يدوك فعلا حاجه بواقع خبراتهم بتفرق معاك جدا جدا، مهما كان نجوميتك ومهما كان تاريخك وعطائك. فطارق يعني لعيب عمل نادي الزمالك كتير جدا وعمل لمنتخب مصر كتير، ولكن هو في الاخر شاف ان هو عايز يطلع يخوض تجربه تانية بنفس الاهداف بتاعه بن شرقي، ولكن واحد طلع بطريقه والتاني طلع بطريقه تانية. صحيح، النموذج اللي انت كنت بتتكلم عليه كريم، وده نموذج كويس قوي بتاع بن شرقي. خليني بس اقول ان ده المفترض اللي يبقى العادي. أيوه، لا خلي بالك ان احنا من زمان قوي مش ده العادي عندنا. العادي عندنا ايه؟ الادارات برضو ليها علاقه بده، والمدربين ليها علاقه بده. لما اللاعب يبقى كابتن اسماعيل خلاص فاضل له 6 شهور في عقده او سنه، ويبدي يقول، بس يقول يا جماعه طب ما تاجلوا شويه الكلام، ممكن نتكلم في يناير او نتكلم مش عارف ايه، يقول لك لا قعدوا جمدوا سقعوا بقى جنبك لغايه بقى ايه لما يرتجع عن اللي في دماغه. ده العرف اللي موجود في مصر. ممكن اقول لك الاسوء واسيبك تسترسل في الاسوء بقى دلوقتي كمان، هو مش عايز يجدد، طيب يلا نحرك عليه السوشيال ميديا، يلا نحرك عليه الاعلام. ده دلوقتي عشان اللي احنا عايشين فيه يحصل. يلا بقى خلاص يعني انت مش عايز طب تعالى بقى انا اخليك. فالكلام ده كان ممكن نسال امير سؤال خبيث جدا. لو لاعب مصري، سيبك من بن شرقي، هم في الاخر بيحترموا ان هو برضو راجل مش مصري وهو محترف وعايز يخوض تجربه وممكن يخش في مشاكل لو لعبنا معاه او عملنا معاه حاجه تانية. انما لو لاعب مصري هو اللي عايز يعمل نفس الكلام ده كان هيحصل. لا عادي جدا، ما هو ده الخلاف كان فيها وقت. ان انا كنت هسال السؤال ده على فكره، بس انا اتجاوب عليا من امير لما قال انا كان نفسي طارق حامد يكون موجود معانا النهارده. كلنا كان هو جاوب، انا كنت هسال السؤال، بس هو اللي حصل طارق طبعا عمل 7-8 سنين مع نادي الزمالك، ما بخلش على نادي الزمالك ولا جمهور نادي الزمالك،
بجهد، دي الحقيقه يعني كان مموت نفسه في الفتره دي، وده الطبيعي المفروض ان اي حد بيتقاضى مقابل. بالظبط. المقابل ده كمان ان انت بتحب نادي الزمالك. مظبوط. انما هو اللي حصل ان فتره غيابه يا وائل هي دي اللي دخلت الشك والريبه بالنسبه لينا كلنا وبالنسبه للجمهور وبالنسبه لكل حاجه، ان انت فتره غياب 50 يوم، انت اخر مباراه بالنسبه لك انت طالع بثلاث انذارات، واستاذن الراجل فريرا ان هو يتعالج اسبوع عشان الاصابه القديمه جت، واحنا مصدقين ان هو مصاب. فالفتره طالت، فتره ماتش الوداد اللي بعديه اللي بعديه هو ده اللوم طبعا، هو ده بس القرار اللي اتخذه خطا او فكر فيه خطا او فكر له بطريقه مش مظبوطه، ان هو يبعد او رجليه مش سليمه 100% او فبعد عن الملعب. صحيح. انما لو هو موجود في الملعب كان هيحصل مع لاخر لحظه، لاخر لحظه زيه زي بن شرقي زي اي حد عقوده بتنتهي. وانا اعرف طارق من الجراءه من ان هو يقول يا جماعه انا زي اصل، خلي بالك يا كريم اتفضل، نادي الزمالك وهو في امس الحاجه لمحمد عبد الشافي المستشار مرتضى طلعه اعاره السعودية، واحنا ما عندناش باك ليفت، وده احسن باك ليفت في مصر طبعا، لكن الولد جه للاداره صريح وقال محترم. بشكل محترم قال لو سمحتوا يا جماعه انا ظروفي، انا عايز امن مستقبلي الفتره دي. الراجل اوكي طب اتفضل، واحنا سيبناه في نص الموسم واحنا في امل، يعني قصدي ايه ان طارق كان لو هو عايز يمشي يقول 1 2 3 بالظبط، احنا نتمنى يبقى الشفافيه، تبقى الشفافيه ما بين الادارات واللاعبين واللاعبين والادارات تبقى متواجده بشكل كبير جدا زي ما حصل مع ليفاندوسكي في صراحه قال للناس، الناس قالوا طب ماشي اقعد بس عشان نستفيد منك ماليا، فالقصه كلها فيها استفاده. ساديو ماني مع ليفربول طبعا، يعني والناس بقى ايه بتطلع، يعني اشكالي سالت امير انه تكرموا اشرف بن شرقي، الناس تعاملوا مع ساديو ماني وهو راح بشكل محترم جدا مع ليفاندوفسكي بشكل طبعا، يعني مش لازم عشان ما جددليش بقى عدوي خلاص هو عدمه لا اه لا. يعني لا، وادام لعب لاخر لحظه ملتزم معايا ملتزم. لا احنا عندنا شويه حاجات يا كريم لازم تتغير. لازم تتغير، ويعني منها اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي، منها التعاقدات مع المدربين مثلا. أيوة. وانت بتتعاقد مع مدرب جديد بتعمل له حفله وصوره وكله يبقى مترصص في الصوره وائل. وانت بتمشيه عشان النتائج وحشه بتسلسفيله يعني بيتلعن. وفي نظام دوري 14 شهر ورا بعض، اللعيبه دي مكان او المدربين دول مكان، ما هو برضو من اول اسبوع لازم يتحط جدول ويتحط توقفات، الناس بتيجي في اي حته في اي حته في العالم في اسيوبيا. انا بس ليا تعليق على النقطه دي يا كابتن، عشان انا بسمع في برامج كتير جدا يقول لك ان دوري الكورونا هو ده اللي كان، هو ده اللي عامل فينا لغايه دلوقتي وكان لازم يتاخد، بقى لنا 10 سنين كده ماشي. لا لا ما هنفترض ان دوري الكورونا طيب، اللي شايف ان استكمال دوري الكورونا هو ده اللي عمل فينا اللي احنا، ياخد القرار دلوقتي، يعتبر ان فيها كورونا، كورونا لسه شغاله. خد القرار دلوقتي ان انت، ده انا بقول لك يعني اللي هو بيقعد، احنا طول عمرنا ده اللي انا عايز اقوله. أيوة احنا طول عمرنا عندنا مشاكل يا كريم. انا سافرت، بنلحم موسمين ثلاثه على بعض. انا سافرت النمسا، احترفت في النمسا سنه 2006 تمام، بعد ماتش الصفاقس والله العظيم، وكنت هتجوز شهر في 2007 من النمسا. لا طب جت ودي عايز اقول لك، جت ودي دلوقتي بعد 20 سنه 15 جالي الجدول بتاع الدوري النمساوي يا كابتن اسماعيل عشان احط ميعاد الفرح. قسما بالله ما في تغيير يوم. ما فيش تغيير يوم. يعني الموضوع مش احنا بنتكلم بقى عن الدوري النمساوي مش الدوريات الكبرى في اوروبا، يعني الموضوع مش اختراع ذره، احنا بنيجي اجندات دوليه موجوده على ترابيزه واحده وبنيجي بنحط الجدول 1 2 3 4 ده احنا اي حد معدي في الشارع ممكن يوقف الدوري. صح. يعني انت عارف كابتن اسماعيل بتضحك وانا بتفرج على المباراه النهارده. والله بضحك وماليش عارف وانا بتفرج على المباراه النهارده ومباريات قبل كده، انا والله بيصعب عليا اللعيبه، انا بحس اللعيبه في اخر كل مباراه مش قادره. كريم هو اللي حصل للنادي الاهلي، دول مش جرافيكس، دول مش بلاي ستيشن، خلي بالك دول بني ادمين. اللعيبه دي اللي خسرت النهارده ومستواها وحش بقالهم فتره من النادي الاهلي، ايه اللي حصل له؟ الدروب اللي ما بين فتنس مرحرح، هم دول اللي خدوا البطولات صح، وراجل عايز يعمل نظام وعايز يعمل يعلي من الفيزيكال فتنس شويه لان هو شاف وقاس لقى ان الموضوع قليل. فما بين ان ترفع وما بين ان تطلع الناس دي في ماتشات في النص. صح صح. فالنهارده اصابه محمد شريف دي كارثه، الراجل بيتصاب مزق في الضمه مثلا اعتقد في اول ربع ساعه، معناها ايه؟ معناها ان هو بيتمرن جامد وهو ما كانش مؤهل من الاساس، ما كانش بيتمرن اصلا، ما كانش بيتمرن فقرص على نفسه، فيجي في الماتش
ما هو انت بتجرب في ماتشات رسميه، ماتشات كل 3 ايام كل 4 ايام، مباراه في بطولتين او 3 بطولات مختلفين، 2 كاس واحد دوري. احنا كاس السنه اللي قبل اللي فاتت وانا صغير عندي 7 سنين بيتلعب دلوقتي. يعني الموضوع بس الكاس ده اصلا بالنسبه للاهلاويه بايت حمضان، هتلاقي حمضان. لا 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 ده كلام برضه، طب عيني في عينك كده. لا انا اتقفى دايما اقول ايه، الاهلي والزمالك لو لقوا بطوله رمضانيه هم عايزين يكسبوها مش هتيجي. لا 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 ده ضغط طبيعي، احنا الماتشات الوديه الماتش لما كنا بنلعب ماتش ودي في التتش قسما بالله ونقرا فاتحه والماتش الموضوع صعب، يعني الموضوع صعب اهلي وزمالك تحديدا الفرقتين دول في مصر. لا الموضوع صعب، الموضوع ضغط عصبي غير طبيعي. طيب. الناس بتبقى فاهمه ان الموضوع سهل. عايز اسالك على اسم تحديدا تعرض لانتقادات كثيره بعد نهايه المباراه النهارده، ومش النهارده بس بقاله كام مباراه، محمد الشناوي. الانتقادات مستحقه ولا غير مستحقه؟ لا الانتقادات مستحقه طبعا، لان هو لما كان بيجيد وكان ماشي كويس الناس كلها كانت بتشيد بيه وقالت ان هو مختلف عن كل الكواليتي اللي موجود في مصر وافريقيا طبعا. انما لا محمد الشناوي مشكلته، وانا هفضل اقول ان الفترات اللي فاتت الشناوي متذبذب المستوى في المباراه الواحده، يعني في الماتش الواحد يطلع حاجات صعبه جدا ويخش حاجات فيه مش بتاعته، ما بقتش يعني خلاص يا شناوي انت وصلت المرحله. شناوي جون كبير طبعا وتطور بشكل غير طبيعي، لان انا لعبت مع الشناوي يعني انا يعني الشناوي مواليد 87 تقريبا، فالفرق ما بيني وبينه 5 سنين يعتبر جيل واحد. انما بتكلم في قصه ان الشناوي اختلف تماما واشتغل على نفسه بشكل كبير جدا وتطور اداؤه بشكل مرعب مرعب. وكان حارس مرمى مصر في الاولمبياد معانا مع الجهاز الفني بتاع كابتن شوقي غريب، فانا شفته عن قرب واتفرجت عليه وشفت تطوره ولمست ده. انما هو الفتره اللي فاتت لا، في عنده في مشكله، في مشكله فنيه صحيح. من تحديدا هو تعور فتره وبعد ما رجع من الاصابه لسه ما رجعش المستوى الشناوي صحيح. فلا طبعا الانتقادات في محلها جدا، ما فيش اي مشكله في الانتقادات، لان لما كان في اجاده كانت الناس بتتكلم بشكل ايجابي جدا صح. الناحيه الثانيه محمد عواد حارس طول الوقت يبحث عن الفرصه، طول الوقت عنده مشكله من جواه، يعني ما طلعهاش بس المشكله من جواه، ان انا ما بشاركش ما بلعبش، ما انا استحق ان انا العب، شارك الان وتالق كثيرا في انا احترم في عواد المثابره بتاعته جدا جاهزيه لما شارك، وان هو جاهزيه طبعا، لان هو حاسس ان هو واحنا جايبين عواد جول كبير طبعا الحقيقه، يعني طبعا. المبلغ اللي مدفوع فيه كان مبلغ كبير، وجايبين طبعا. في وسط بيتنافس مع جنش وبيتنافس مع ابو جبل طبعا اثنين حراس كبار. وفي فتره من الفترات ان داس على عواد، وهو لما لعب وكان كويس وقعد برضه بعديها على طول. النهارده عواد بيشيل نادي الزمالك بقاله فتره كبيره جدا، وهو لو ما كانش بيتمرن كويس ومن جواه بيقاتل ان هو يبقى موجود ما كانش ظهر بالمستوى الرائع. طبعا في تطور في ادائه، واللعب خلي بالك بيدي ثقه صح، وجمهور نادي الزمالك يعني حس ان هو مع الفرقه شايلها بقاله فتره، فده اداله ثقه اكتر، واعتقد ان هو في احسن مستوى لي بالفتره دي. اتمنى ان هو يستمر على كده، بالرغم ان ممكن يبقى في حارس مرمى يجي السنه الجايه ان شاء الله موجود مع الحارسين الصغيرين الموجودين، ده برضو مديله طمانينه ان هو هيبقى موجود على طول. انما عايز بس ارجع للشناوي، الشناوي طبعا حارس كبير والاشاده بيه فترات كبيره، واي حد في العالم بيوصل للتوب فورم لازم هتنزل مستواه صح. لما تنزل مستواه ما تصرش ان انت تلعبه، لان هيفضل في المستوى ده. في ناس تانية موجوده ممكن يريح اسبوعين ثلاثه زي ما حصل مثلا مع عواد ومع اي حد صح. الشيء الطبيعي ان انا ببقى فورمه كويسه جدا ممكن ماتشين ثلاثه مش فورمتي او مشغول او مجهد، وده برضو عامل اجهاد مهم جدا على معظم اللعيبه. يعني شايف ان محمد شناوي محتاج يريح، لازم يقعد عشان خاطره هو، عشان خاطره عشان يرجع تاني حارس مرمى صحيح مصر. كابتن اسماعيل انت شرفت ونورت، ودايما بسعد جدا بتواجدك معايا وتواجدي معاك كمان، اشكرك شكرا معاك ومع وائل ابني طبعا حبيبي شيتوس كابتن وائل رياض، انا بشكرك شكرا جزيلا دايما بستمتع وعارف. شكرا كريم، وزي ما بقول لك انا مبسوط جدا ان انا كنت موجود معاك ومع كابتن اسماعيل، وببارك لنادي الزمالك وهارد لك للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله يعني الكاس الجديد يبقى بتاع الاهلي بقى ان شاء الله. اشكرك مبروك يا زمالك. شكرا جزيلا كابتن الكبار. بعد الفاصل استقبل زميلنا العزيز محمد جمال شويه ارقام بقى من مباراه اليوم نختم بيها حلقتنا النهارده، خليكم معانا. يا
يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفني وينورني في هذه الفقره محللنا الرياضي الرائع محمد جمال. يقول لنا ايه اللي حصل النهارده في مباراه الزمالك والاهلي، فوز الزمالك بكاس مصر. جمال مشرف ومنور دايما، بسعد جدا بتواجدك معايا. انا اسعد والله. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. هسيب لك حريه تقول لي اللي حصل النهارده في المباراه سواء من الزمالك او من الاهلي من غير ما اسالك عشان ما اضيعلكش وقتك. طيب عيش. هنبتدي بالزمالك. اتفضل. ليه الزمالك دخل المباراه النهارده عكس المتوقع؟ كان الرهان في الاهلي بسبب انخفاض المعدل البدني والمخزون ان الاهلي يخلص الشوط الاولاني، لانه الشوط الثاني لما يحب يرجع نفس الدرس بتاع مباراه بيراميدز يبتدي يشتغل من بدايه المباراه عشان ما يخشش في نفس لكن اللي عمله سواريش خلى الزمالك ركب الجيم من بدري. الزمالك لعب بنفس طريقته بنفس الشكل، وخليني اقول لك هو نفس تشكيل مباراه المحله، ما غيرش اي حاجه. لعب بثلاثي في الخط الخلفي الا تغييره واحده، حمزه المسلوسي اشتغل بيه عشان يعرف يطلع من الخط الخلفي، اشتغل بثلاثه في الخط الخلفي. حمزه المسلوسي اللي في الاساس باك رايت اشتغل قلب دفاع ناحيه اليمين، والوينش وحسام اشتغل باحمد فتوح وينج باك، اشتغل بنيمار، لكن لما لعب بثلاثه ادى الحريه لنيمار. طب المفاجاه كانت فين النهارده في التشكيل؟ فاحمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو في الطبيعي بيلعب هنا قدام سيد نيمار. احمد سيد زيزو النهارده كان بيشتغل في العمق، كان بيعمل الضغط على الاثنين بتوع الخط الخلفي مع سيف الدين الجزيري، اشرف بن شرقي وكالعاده على الجناح، عمل مشاكل كتير قوي لما نيجي نتكلم بالتفصيل. عمل مشاكل كتير قوي للناحيه اليمين بتاعه النادي الاهلي اللي كان فيها محمد هاني وياسر ابراهيم في خط الخلفي، وقدامهم كان محمد مجدي قفشه اللي اتكلمنا 100 مره ان محمد مجدي قفشه عنده مشاكل في الجناح، عنده مشاكل في الاوفلايننج، انه ازاي يرجع ويقفل زوايا التمرير ما يقدرش يعملها. طيب احمد سيد زيزو هو اللي سجل الهدف الاول لنادي الزمالك. سجله منين؟ سجله من هنا صح، من العمق. ليه؟ لان الراجل بدا هنا، الراجل ما بداش على الطرف. لا وسيف الجزيري اداله الكره منين كمان؟ دي نقطه مهمه. سيف الدين الجزيري ودي لقطه الهدف كانت في الدقيقه 6، في لقطه بعديها في الدقيقه 18 تبين لك لو احنا واحنا بنعرض الحالات احنا بنتكلم يلا نعرض الحالات. دقيقه 6 ودقيقه 18 لقطتين لسيف الدين الجزيري. بيعمل السبرينت منين؟ الكره بتتحط الطويله سيف الدين الجزيري هنا. مين السنتر باك ناحيه الشمال؟ ايمن اشرف. في المرتين السبرنت سيف الدين الجزيري بيجي بعيد جدا، هو ابعد عن الكوره وبيخش قبل ايمن اشرف وبياخد الكوره. نرجع تاني للكوره اللي انت كنت عايزها. لا انا عايز ده الشوط التاني. ماشي. انا عايز اللقطتين في الدقيقه 6 والدقيقه 18 بتوع السبرنتين بتوع سيف الدين الجزيري وايمن اشرف. واضح انه في فرق سرعات اتكلم عليها ريكاردو سواريش بعد المباراه، انه في فرق سرعات ما بين خط هجوم الزمالك بالكامل وخط دفاع النادي الاهلي. فادي النقطه الاولى. النقطه الاولانيه كانت احمد سيد زيزو متواجد في العمق لما طلع سيف الدين الجزيري، الخطا الغير مبرر. وخليني اقول لك الناس حملت محمد الشناوي اكتر الهدف الاولاني. لا انا هفاجئك. يلا اهو ده الهدف الاولاني. هتيجي تلاقي سيف الدين الجزيري الراجل طلع، احمد سيد زيزو داخل من العمق، خطا يتحمله بنسبه 70% محمد الشناوي، 30% ايمن اشرف، وخطا مكرر من محمد الشناوي الطلوع دون التنسيق مع الخط الخلفي. نجيب بقى انا عايز اجيب ده الجون الاولاني الخطا اهو سبرنت دون تنسيق مع ياسر ابراهيم. مش مغطي الطبيعي، مين اللي يغطي في الليفت سنتر باك؟ ايمن اشرف. ايمن طلع راح على مكان علي معلول دون انضباط، مشكله في الريبوزيشن، دي مشكله تكتيك. نرجع بقى ريكاردو سواريش. ايه اللي خلى الزمالك عمل الشكل ده كله؟ ريكاردو سواريش مدير فني، الدوميننت بتاعه كل طرق اللعب اللي بيشتغلها 4-2-3-1 و4-2-2، عمره ما لعب 4-3-3. فهناك من اشار عليه انه يلعب 4-3-3 تخوفا من السرعات بتاعه لعيبه الزمالك. لكن يبقى السؤال، هل الزمالك بيعتمد على الدومينيشن او السيطره على وسط الملعب؟ الاجابه لا. نادي الزمالك اكبر مشاكله هو وسط الملعب. صح. بعد غياب طارق حامد بقى شويه بيعتمد على محمد عبد الغني قدامه امام عاشور، احيانا كان يعتمد على محمد اشرف رؤى قدامه. صح. امام عاشور. فيبقى ازمه الزمالك كلها في السيطره على وسط الملعب. فانت بتقفل بثلاث لعيبه ما فيهمش حد كرييتور، ثلاث لعيبه في الاساس عندهم قدرات دفاعيه، عشان تعمل ايه؟ ده كان الغرض. صح. انت بتعمل 4-3-3 عشان توصل لايه بعد كده؟ صح. فكان من الاساس اولى اذا كان عندك هناك تخوف من السرعات، ده بالنسبه لريكاردو سواريش، انك تلعب 3-4-3 زي ما حاولتها الشوط الثاني، لكن من بدايه المباراه عشان يبقى عندك ثلاثه في الخط الخلفي وتدي حريه حركه بالنسبه لعلي معلول او كريم فؤاد اللي كنت اشوفه انه المفروض كان يبقى متواجد النهارده على حساب محمد هاني اللي بيعاني من مشاكل كتير جدا ضيف عليها عدم الجاهزيه، بيلعب النهارده وهو غير جاهز. صح.
فلما تعمل كده وتلعب 4-3-3 بثلاث لعيبه اصبح عندك مشكله في الخروج بالكره. عملت زحمه بدون لازمه في وسط الملعب لفرقه النادي الاهلي، بقى عندهم مشكله في الخروج بالكره، والزمالك في النهايه بيعتمد على الفلانكس، بيعتمد على الاجناب. الخروج هنا بالسيد نيمار، الخروج هنا باشرف بن شرقي، ويتواجد زيزو النهارده المفتاح تحت شادو سترايكر، تحت سيف الدين الجزيري. فقدر فيريرا يحول طريقته اللي كان بيشتغل في الحالة الدفاعية بثلاثي في الخط الخلفي قدامهم 4 قدامهم 3، حولهم وكأنه بيلعب 4-2-3-1 بوجود ثلاثي تحت راس حربة وحيد هو سيف الدين الجزيري. أنا عايز لقطة الهدف التاني. يلا. لقطة مهمة جدا لأن ناس كتير حملت الهدف بنسبة كبيرة الهدف الأول لمحمد الشناوي. صح. طب خليني أقول إيه اللي يتحمله محمد الشناوي. مفارقة غريبة جدا لما تيجي بس تتحضر الهدف الثاني لنادي الزمالك وناس هتتعجب، لأنه أنا هنا لازم محمد الشناوي يراجع نفسه، حارس المنتخب الوطني وحارس النادي الأهلي الأول، حارس مصر الأول بنقولها بكل وضوح، يعني مش أنه لازم يراجع نفسه بعد ما يشوف اللقطة دي. طبعا. أنا عايز اللقطة لما تحضر لما لاقي أنه حارس هناك خطأ حدث في بداية اللعبة من ياسر إبراهيم أنه لم يشتت الكرة، يفتكر كل لعبتنا الكبار واخرهم وائل جمعه الاسم الابرز في مركز قلب الدفاع في السنوات العشرين الاخير. صح. ما عندوش ازمه خالص انه يشتت الكره ويطلعها بره. فلما اجي الاقي انه محمد الشناوي في لقطه الهدف الثاني عنده نايم على الارض، نايم على الارض لمده 5 ثواني، 5 ثواني بيشوف الكوره، 5 ثواني بيبص على الكوره، عشان كده عايز اللقطه تتعرض. هتقولنا يا جماعه الهدف الثاني يا جماعه، وبعدين نشرحها ايه المشكله وايه الازمه وايه الخطا اللي حصل هنا. دي بدايه اللعب اهو. ياسر ابراهيم الخطا الاول عدم التشتيت، ما حبش انه شتت، لا رجعها لي تاني معلش بالبطيء، رجعها لي تاني بالبطيء، يعني تعال رجعها لي تاني بالبطيء، هي 5 ثواني بالظبط. يلا بينا. 5 ثواني رجعها تاني، فريم 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 فريم، والشناوي على الارض، والشناوي على الارض، بس ماشيها لي بالراحه، ماشيها لي، ايوه ماشيها من اول، الشناوي على الارض، ايوه يلا عد واحد، ماشي تاني، ماشي تاني، احنا مش معانا بس السكور بورد بس، فمشي ماشي تاني تاني تاني، كل ده الشناوي واقف، كل ده الشناوي قاعد على الارض بيتفرج، كل ده الشناوي قاعد على الارض بيتفرج على الكوره، بدا يتفاجئ. 5 ثواني هدف يتحمله بنسبه 50% لانه كان يقدر يقوم من بدري، يقف 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 في مرماه وما ينتظرش انه لسه يقف يستنى اللعيبه انها تتحرك والكره تتصوب، وكالعاده نط بدري كالعاده محمد الشناوي نط بدري، ما خدش خطوه ناحيه الشمال عشان ننزل ياخدها بالبيضه. كان عنده عكسية. كان عنده خبطه في دراعه واضح تمام، وهو تصور يعني، انا اتفق معاك انه ما ينفعش من حارس دوري اقف في مرماك لحد ما الكره تقف وبعد كده طبعا هو فضل واقع تصورا منه ان ياسر ابراهيم كده هيطفش الكره هتطلع اوت، هو اعتقد تفاجأ من رد فعل ياسر ابراهيم عشان كده هتلاقيه اتخض، يعني لما نعيد الكره تاني هو اتخض من رد فعل قبلها لو هو لو هو مخبوط وواقع تماما ما بيبصش على الكوره كنت هتفق معاك، لكن هو واقف بيتابع الكوره من على الارض. صح. فانا بالنسبه لي خطا غير مبرر، مش قضيتي في الهدف، انا قضيتي في حاجه واحده، دي حاله عدم تركيز. صح. دي حاله عدم جاهزيه ذهنيه مش بس محمد الشناوي، ولما تيجي على الهدف الاولاني هي كره سهله جدا. صح. عدم جاهزيه اهو الكره اهي، الكره اهي، فضل قاعد 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 مكانه، قاعد مكانه بيتابع الكره، بعدين لما لقى الكره ما طلعتش راح قايم. فده الهدف الثاني. خليني اقول لك انه من ضمن الحاجات اللي طورت من اداء النادي الاهلي نوعا ما في الشوط الثاني ان الراجل لجأ اللي احنا كنا بنتكلم فيه الشوط الاولاني، انه لعب زي ما المفروض يلعب، حرر علي معلول ناحيه الشمال، نزل محمد مجدي قفشه يستلم من مور دي بوزيشن، بقى محمد مجدي قفشه هنا متواجد مع اليو ديانج في الشوط الثاني، ابتدى ده يحسن من مردود النادي الاهلي لان بقى عندك حد هولدر بيقدر يدافع، اليو ديانج حد بيقدر كارير يقدر ياخد الكوره ويشتغل بيها ويبتدي يشغل الفرقه من مور دي بوزيشن من مكان اعمق، مكان ما بيعرف يشتغل محمد مجدي قفشه. صح. محمد مجدي قفشه ما كانش موجود، ما جاش فرقه النادي الاهلي. خليني اقول لك انه اول تصويبه على مرمى محمد عوكه في الدقيقه كام؟ 45. صح. 45 دقيقه النادي الاهلي لم يصوب تصويبه واحده. صح. اول هجمه غير مكتمله للنادي الاهلي كانت في الدقيقه 37 من ناحيه الشمال. 37 دقيقه النادي الاهلي لم يقم باي هجمه. أيه. على خط دفاعات نادي الزمالك. دي الهجمه بتقول عليها؟ دي الهجمه يعني ماشي ماشي. نجيب الفريم اللي بعده. لا مش دي اللي انا اقصده. اللي انا اقصدها انه في كمان لو نقدر نجيب الفريمات في بعض الحاجات انا طالبها بتاعه شغل فيريرا. أيه. عمل ايه فيريرا النهارده؟ بيعمل نقطتين مهمين قوي. ازاي يقفل
الطرفين وازاي يعمل التحولات. طب كان بيقفل الطرفين ازاي؟ اي حد بيتفرج على النادي الاهلي عارف ان قوه النادي الاهلي على الصعيد الهجومي من على الاطراف ناحيه الشمال، صح، علي معلول وفي وجود احمد عبد القادر طبيعي ان الناحيه الشمال هي الناحيه الاقوى. كان بيعمل ايه بقى؟ مين هنا قلنا اللي بيلعب سنتر باك ناحيه الشمال؟ سنتر باك ناحيه اليمين حمزه المسلوسي كان بيطلع هنا، سيد نيمار بيطلع هنا، احمد سيد زيزو يخش يجمع معاهم مجموعه. مجموعه قفلت تماما الجبهه الدفاع الجبهه الهجوميه للنادي الاهلي ناحيه الشمال، وقدر انه يشتغل بعد كده سيد نيمار ويعمل التحولات، يرجع حمزه المسلوسي يروح طلع محمد عبد الغني تاني. ده شغل مدير فني، صح، ده تحفيز واجبات مهمه جدا. فريرا في وجهه نظري اخطا بعض الاخطاء الشوط الثاني بخروج سيف الدين الجزيري اللي ارهق دفاعات الاهلي بشد، صح، الشوط الاولاني ريح لعيبه النادي الاهلي لدرجه انه في نهايه المباراه اخر ربع ساعه، مش اخر دقيقتين، اخر ربع ساعه كان واقف حمدي فتحي فقط في الخط الخلفي للنادي الاهلي، لان اوباما كمان نزل تحت، محمد عبد المنعم راح ناحيه اليمين يشتغل باك رايت، وقف حمدي فتحي. نهايه فريرا قدر من خلال شوط واحد انه يتغلب على ريكاردو سواريش. فريرا متمرس في نادي الزمالك، متمرس في اسلوب العمل داخل نادي الزمالك. فريرا قدر يشتغل بالامكانيات المتاحه بالنسبه له في هذه الفتره، قدر يقفل على الفرقه. هو سبق سواريش في تولي المهمه الفنيه، طبعا سواريش بقاله 19 يوم او 20 يوم في النادي الاهلي. نهايه النادي الاهلي عنده ازمه كبيره جدا جدا جدا، محتاج يرتب ورقه، محتاج اللعيب والاداء اللي قدمه النادي الاهلي الشوط الثاني بيديك عنوان واضح انه ما لعبش لعيب مجهد مش قادر يشيل رجله من الارض، صح. في بعض اللاعبين داخل النادي الاهلي بقى صعب ان هم يلعبوا 30 او 35 دقيقه، الاداء حصل فيه استفاقه كبيره، عارف ان الوقت بيجري منك، لكن نهايه مبروك لنادي الزمالك، فوز مستحق، قدر من 45 دقيقة انه يحسم المباراة. مبروك لجماهير نادي الزمالك على الفوز النهاردة، والنادي الاهلي اعتقد انه محتاج اعادة ترتيب الاوراق البيت من الداخل. بس انت دلوقتي تقول اعادة ترتيب الاوراق، انا بس في نقط، انت الناس كلها تتحدث عن ارهاق واضح في النادي الاهلي طبعا، بس برضو عشان ابتديت احس احيانا ان الارهاق بقى مبرر اللاعبين نفسهم حبوه. يعني في بعض الاخطاء اللي بشوفها اخطاء فرديه في النادي الاهلي ما اقدرش احملها للارهاق، رغم ان انا من شويه كنت بقول للكابتن اسماعيل والكابتن وائل انا ساعات بتصعب عليا لعيبه الاهلي والزمالك والمصري وكل اللعيبه المرهقه، احنا بنلعب في موسم صعب طبعا، تحديدا الاهلي عشان كمان مشاركاته الافريقيه الامور بالنسبه له اصعب، بس مش كل حاجه هتتحمل الارهاق، عشان في لعيبه انا بشوفها بتلعب في الاهلي بتبقى مريحه، في لعيبه ما بتشاركش بقى لها فتره وبرده بتنزل مرهقه، هي الازمه فين؟ الارهاق اقدر احط كاتيجوري لاعبين سبع او ثمان لاعبين، 10 لاعبين عندهم المخزون البدني قل، لعبوا عدد مباريات كبير، على سبيل المثال وليس الحصر عمرو السوليه في الموسم الحالي فقط تجاوز ال 50 مباراه، صح. ده بالنسبه للاعب المصري مستحيل، فهو ما بقاش عنده القدره، صح. التعليمات اللي بيديها المخ للعضلات مش قادره تنفذها، برافو عليك، دي خلاصه القول. في بعض اللاعبين اقدر اقول علي معلول، ايمن اشرف، عمرو السوليه، في بعض الاسماء حمدي فتحي، لكن هناك حمدي فتحي طبعا، في بعض الاسماء لا يوجد اي مبرر، صح. بما فيها الاجهاد، لاعبين لم ينضموا للمنتخبات، صح. لاعبين ما كانوش بيشتركوا احيانا بصفه اساسيه مع النادي الاهلي طول الفتره، لا انا ممكن اقول لك اسماء، عبد القادر، حسام حسن، حتى قفشه ومحمد شريف كمان عشان دول ما كانوش بيشاركوا مع المنتخب، بتتكلم في ياسر ابراهيم لم ينضم في كل الفترات بالظبط كده، ربيعه وايمن اشرف حتى لما كان بينضم ما كانش بيشارك كتير، محمد هاني ما انضمش للمنتخب، محمد الهاني، فانت بتتكلم في لاعبين كتير. وبعدين انا كنت لسه بتكلم من شويه، ما انت برضو اللي جبت صفقات ما قدرتش تستفيد من معظمها، مش ستاو وميكيسوني والاصابات اللي موجوده كتير في تشكيله النادي الاهلي، في تفاصيل كتيره في الاهلي، انا بس بقول الكلمتين دول عشان في الاخر لا يتحمل المدرب كل الامور دي، المدرب اللي لسه بقاله مستلب بقاله 3 4 انا مشروط. احمل ريكاردو سواريش التشكيل اللي دخل بيه والفورميشن اللي بدا بيها المباراه، لكن المردود اللي بيقدمه النادي الاهلي في الفترات الاخيره كيف احمله للمدرب بقاله 20 صح يوم، صح، ده سؤال مهم، سؤال محتاج انه لازم يجاوب عنه في 10 ثواني، لازم يجاوب عنه. هناك بعض اللاعبين كانوا خارج الاطار تماما، وده ما يعزز من ادار مباراه اليوم، ريكاردو سواريش ام احد افراد الجهاز الفني. هناك بعض الافراد كانوا خارج قائمه النادي الاهلي، محمد محمود، بدر بنون على سبيل المثال. كيف يتم الدفع النهارده بمحمد محمود وهو بعيد تماما؟ كيف يتم الدفع بوليد سليمان وهو خارج الصوره تماما؟ صح اليوم، صح، بدر بنون ايه موقفه؟ لعيب لعب من اكتر من اربع اسابيع شوط مع النادي الاهلي، كان من المفترض انه في اي مباراه في الدنيا في فريق بيخسر وفريق بيكسب، طبعا
الفريق اللي بيخسر بيبقى عنده اخطاء واخطاء واضحه، والفريق طبعا اللي بيكسب بيبقى كسب عشان هو عمل حاجات كويسه خليته يكسب. عشان كده النهارده الزمالك تميز تحديدا في الشوط الاول، تفوق كامل على الاهلي ففاز، والاهلي اكيد عنده اخطاء فخسر. فباليوم مبروك طبعا للنادي الزمالك، الفريق الاقل اخطاء اليوم فاز. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا يا جماعه، شرفت النهارده. اشكرك شكرا جزيلا مره اخرى. الف مليون مبروك لنادي الزمالك، الفوز بكاس مصر موسم 2020-2021، فوز منطقي وكان واقعي النهارده على النادي الاهلي 2-1. هارد لك طبعا للنادي الاهلي وايضا جماهير النادي الاهلي. الاهلي لسه قدامه منافسات كبيره، محتاج هدوء. بطوله وخلصت، مباراه وخلصت، ونادي الزمالك طبعا طبعا استحق الفوز زي ما قلت لكم. مليون مبروك للزمالك وجماهيره، اشوفكم يا رب على الخير.